Ça va. Ça va. Ah, l'ancien numéro, l'Erdem. C'était bien, mieux c'est mieux. Je vais m'améliorer puis à puis. عطيك صحة هنان وبطبيعة الحال ما نقدروش نديروا مازال الحال ما نقدروش نافونسي وكاع في مازال الحال بدون حضور المتألق والرائع والشباب والهايل عبد اللطيف بالقايم. ايتابليزمون وبشفال الزميله فاطمه مهني اللي راهي مريضه هذه الايام لكن حترجع على شاشات قناه الجزائريه وان في برامج اخرى وحتى في برنامج مازال الحال. على كل حال حنا في برنامج مازال الحال كما عودناكم لازم نجيبوا ضيوف وضيوف من عيار ثقيل. الضيف الاول وعلاش جبناه هو مثير للجدل ناجح بالنسبه للبعض وبالنسبه للاخر هو شعبوي ويقولوا عليه باللي خدام ويخدم بزاف ويحبوه الناس. اليوم راهو معنا وربما عقلتوه راكم تشوفوا فيه في الصوره هو رئيس بلديه الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش. تحيه له. الضيف الثالث سياسي ونائب في البرلمان قال في وقت من الاوقات باللي احنا جزائريين ولا هو اللي جينا من الشرق ولا من الغرب ما يعنيناش. اليوم هو اول بلاطو تاعو في الجزائر. رحبوا معايا بالنائب في المجلس الشعبي الوطني خالد تزغرت. سي خالد مرحبا بك. شكرا على حضورك. تفضل معنا نتلاقاو فيما بعد باش تريح معنا في الكرسي. شكرا جزيلا لك سي خالد تزغرت. احنا مشاهدينا تعرفوا بليك البرنامج تاع اليوم راح يصادف يوم قبل الاحتفال بيناير واول مره في الجزائر يتم الاحتفال بيناير بشكل رسمي وعليه نقول لكم اسقاس مقاس ولا عام سعيد ولا بوناني. على كل حال والمفيد والاهم لنا انكم تقعدوا معنا حتى 12 تعليل جينجل ونرجعوا. كما شفتوا في الجينجل زعفان ولا فرحان هي الركن اللي راح نطرحوا فيه عديد من المواضيع اللي صرات في الاسبوع هذا ونشوفوا راي صحفيون الكرونيكور تاعنا محمد تنهينان وعبد اللطيف. عبد اللطيف مازال ما بدينا راك تخزر فيا واحد الخزرات معليش مازال ما قلت والو مازال معليش. على كل حال انا راح نديروا خمس احداث اللي صرات في الاسبوع. اول حدث مشاهدينا ربما تابعتوا في هذا الاسبوع الاطباء اللي خرجوا في مسيره في الجزائر العاصمه وصارت شويه احتكاكات مع مصالح الامن وجرحى من الطرفين حسب وسائل الاعلام الرسميه والخاصه. ومن بعد مشات موجه الاحتجاجات في الشرق وفي الغرب ومن ابرز المطالب الغاء الخدمه المدنيه للاطباء المقيمين. اذا نقدروا نشوفوا في الصور ونشوفوا ايضا ليمور وراي محمد تنهينان وعبد اللطيف اللي راهم زعفانين. يلا شرف للنساء ولاول مره راهي معنا تنهينان وعلاش راكي زعفانه؟ راني زعفانه باسكو سي تريست ديجا اي بوي الا كان خرجوا سيك عندهم مطالب الا كان عندهم مطالب سيك سي بيان فوندي دونك ما قريتش ميديسين ما على باليش اكزاكتومون وشنو هما المطالب تاعهم و ا كيل بوان سي امبورطون ليهم مي سي فريمون تريست دو فوار دي ميدسان تاعنا ولا دي فيتور ميدسان تاعنا هكذا برا. مليح عبد اللطيف. سي تريست نوافقك تنهينان مي المشكل الكبير سيك لو كومبورتمون مع دي ميدسان ما لازمش يكون بريسك ما لازمش يكون بروتال باسكو في النهايه هذو هما اللي راهم يسهروا على علاج المواطنين الجزائريين. صح لو سيكتور اي ان بو مالاد مي هذو نخبه البلد لازم نتعاملوا معاهم بالمكانه اللي يستحقوها. ممتاز. كيف سيدمو زعفان؟ زعفان بيان سور زعفان لانه ما كاش دوله في العالم تسيل دماء تاع اطبائها. هذا الشيء غير معقول وغير مقبول تماما. الطبيب في الجزائر
انا نشوف ان المطالب تاعهم اقل بكثير مما يستحقونه. يعني يستحق راتب طبيب في الجزائر 20 مليون 30 مليون ماشي 7 ملايين. الطبيب المقيم ماشي حق الدوله عليها انه تدير له الخدمه المدنيه او ميم طون الخدمه الوطنيه. من حقه يدير وحده من الزوج اما المدنيه اما المدنيه واما الوطنيه ممتاز. وبالتالي مطالبهم مشروعه وحنا معاهم الى الاخير. يعني فكرة واضحة. الخبر الثاني اللي صرا في الأسبوع ولا ربما اللي ماركي لي ريزو سوسيو في الجزائر واللي هو عودة رالي باري داكار بعد غياب 25 سنة منذ سنة 93. والجزائر هي محطة محورية في المسار اللي ينطلق من باريس في جزائر الجزائر ويروح إلى داكار. البداية كانت سنة 78 فقط قبل ما نشوفوا راي الكرونيكر تاعنا. صاحب الفكرة هو تيري سابين واللي الفكرة بدأت في سنة 78 بعد ما ضاع في الصحراء الجزائرية وبعد ما سلك بأعجوبة جاته فكرة أنه يدير هاد الرالي. ولسوء الحظ أيضا تيري سابين مات في الجزائر في حادث هليكوبتر في رالي باري داكار سنة 86. فرحان زعفان، نبدأ بالفرحانين. محمد وعلاش فرحان؟ لانه هذا الشيء يعيد الثقه في الجزائر كوجهه سياحيه، ايضا هو دليل على انه الجزائر استرجعت امنها خاصه في هذه المنطقه، يعني اللي تقريبا المنطقه مؤمنه وما كاش داعي وسبب انه هذا الرالي يغيب عن الجزائر اللي كانت ربما دوله مهمه يعني في مساره في التاريخ. يعني فرحانه بيان سور كيما كان قال سي بارابور للسياحه والترويج للجزائر. بلادنا شباب بزاف، كنت نشوفها مع عبد اللطيف مقبله كنا نشوفوا برك متاقه وحكينا على الجمال تاع بلادنا. دونك سي فريمون اون اوكازيون لينا نعاودوا نكتشفوا هذا الجمال بوي للناس بارتو دون الموند بما انه حدث مهم يعاودوا يكتشفوا بلادنا. عبد اللطيف وزعفان، وعلاش هكا زعفان؟ جي اونفي سافوار، انا حبيت نعرف علاش هكا زعفان. كنا نشوفه متاقه انا وياك ونهضروا على جمال بلادنا، هذه ما تعاوديهاش. علاش؟ عندي بروبليم. مش بروبليم، ديري لي بروبليم كل عام شفنا. معليش انا وعلى الزعفه صح على الزعفه. لا برك انا اللي صار برك. زعفان علاش زعفان؟ باسكو ضيعنا فرصه كبيره وبطينا بزاف. دائما دي ديسيزيون اللي ناخذوهم يكونوا ملاح نديروا بزاف الوقت باش نتاخذوهم. رالي باريس داكار كان قادر يوفر علينا بزاف نقاشات اللي في اوموما وين كانوا الدول والاعلام الاجنبي طايح علينا، كنا قادرين نرجعوا لرالي باري داكار وين كانت الجزائر ديجا استرجعت الامن والامان. نعطيكم فقط اون انيكدوت. على كل حال في 2006 لورالي باري داكار نقلوه الى المغرب ومن بعدك راح الى امريكا اللاتينيه، لكن ما حبوش يخونوا الفكره تاع صاحب المبادره واللي هو تيري سابين. على كل حال باري داكار عرف احداث مميزه خاصه في سنه 82 وين ابن رئيس الوزراء البريطانيه السابقه مارغريت تاتشر تبحر في تمن راست بين منطقتين زواتين وتينياوين وقعد مبحر خمس ايام حتى وين لقاتو هليكوبتر جزائريه في سياره تاع ذاك الوقت 504 بوجو. فوالا هذه بوغ لانيكدوت تاع لورالي باري داكار. على كل حال من رالي الى خبر اخر واللي هو الجزائر طلقت رسميا القمر الصناعي الكومسات اللي راح يكون له مهام اتصاليه وراح يستعمل البث التلفزيوني. والجزائر تعلن رسميا عن جاهزيه القمر الصناعي. نبدا دائما بالزعفان تاعنا عبد اللطيف. على الزعفان رطار توجور رطار ان بي اون رطار. المغرب طلقوه قبلنا لكن داركنا صافا إيه رطار داركنا بصح رطار فو ميو تار كو جامي. علاش حتى طلق المغرب الساتيليت تاعو باش طلقنا احنا؟ علاش ماشي احنا المبادرين؟ لماذا احنا كان واجد ما طلقناش برك شويه؟ لا انا بالنسبه ليا اوني تري زون رطار في بزاف امور. معناتها كي طلقناه الان معناتها كنا قادرين نطلقوه في سنوات قبل كثيره ما درناش. تري بيان تري زون روتار تنهينا ماشي كيف ايتي تون تو ميو حالا مليح تو سكو جي ا دير. محمد الشيء الايجابي في هذا القمر الاصطناعي انه ليكيب يعني المشرفه عليه كلهم دي جون يعني صغار ونعرفوا انه طريق التقدم هو طريق واحد هو طريق العلم. ف معليش رانا روتار عبد اللطيف ولكن انا في الطريق الصحيح طريق صحيح في هذا الميدان فقط. معليش الاراء تختلف. نعم
آراء تختلف، وهذا هي هذا هو الهدف تاع مازال الحال بكل بساطة، لأنه لازم تكون آراء مختلفة، ما نقدروش نكونوا كاع في طريق واحدة. الخبر الرابع، الجوار اللي نحبه بزاف اللي هو رياض محرز، نحب نشوفه صراحة. هذه الخطرة خرجت إشاعة بأنه رياض محرز رايح ليفربول، وبين سبور القناة القطرية أعلنت عن صفقة قياسية اللي راح تخلي أنه محرز يروح ليفربول بمقابل 55 مليون يورو. صحافة الإنجليزية كذبت، ومحرز اللي راه يدير أداء كبير مع ليستر سيتي يعيش في مسلسل جديد تاع إشاعات كما اللي عاشوا في الصيف اللي فات تنهينا المراحلها. علاش شنو هذا الموتيكون ديجا مراحلك؟ وي مراحلي وفات مراحلي. كول اللي غيستي كول سيدمو عبد اللطيف الزعفاني زعفان، لأنه محرز ضيع فرصة تاريخية العام الماضي وين كان يقدر يروح لأي وجهة، الآن عنده صعوبات وسينتظر العام القادم حتى يكون ليبر، يعني باش يقدر نتمنوا له التوفيق. انا ساسر ما عندوش علاقه بالتنقل تاعه ولا الاشاعه تاع ليفربول ما ليفربول، من بعد كان يقولوا برشلونة. انا زعفان على محرز باسكو ما دارش اون بون بوزيسيون مع معمر جبور نهار اللي صرا البروبليم مع ماجار، فريمون لا بوزيسيون تاعو ما عجبتنيش. الوغ كو معليش مي خدا موقف ماشي نقول ضد الصحافه الجزائريه، لكن لا كريتيك لا بريس الجيريان صح، ما كانش نوت فريمون راني زعفان سي باسكو ما كانش نوت. معليش يفالي يكون فريمون فير بلاي لي يكون في التيرا يكون في لا كونفرنس دو بريس. على كل حال انتم مشاهدينا تقدروا تشاركوا معنا في الهاشتاغ اللي كنت تشوفوه او منا هاوليك ولا هاوليك مازال الحال ولا ام او اش في شبكة التواصل الاجتماعي، ديروا فقط الهاشتاغ وعطوا آراءكم حول المواضيع اللي راهي تدور في مازال الحال. الخبر الأخير اللي هو حفلة إدير العودة لغوتخوفاي، إدير الجمعة والسبت اللي فات، إدير في القاعة البيضاوية بعد 40 سنة من الغياب على المسارح الجزائرية. آخر حفلة تاعو كانت سنة 79، وإدير كان من فوق ب 30 موسيقي، 10,000 شخص في كل حفلة، يعني بالخميس 10,000 شخص، بالجمعة 10,000 شخص، وبالجمعة 10,000 شخص. إدير غنى شطح الناس اللي كانت حاضرة وبكى معاه. الحفل كان ناجح بكل المقاييس. راني نشوف عبد اللطيف ما راح له. علاش يا عبد اللطيف؟ ماشي مرة غلط. ما راح لك. زعفان سلامات. وعلاش؟ غلط غرانشو سي كوا سا توجور. يدير كان غايب بوندون 40 طون. الجزائر كاين بزاف اللي يقول لك فنان ما راح له في السياسه، ما راح له. مي شفنا بزاف لي زارتيست كانوا وقفوا مع الجزائر كي كان الارهاب حب يركحها. صح سارت سي ان ارتيست، مي فالي في ان مومون وين يدير يضامن. وقتاش؟ في العشرية الأولى مثلا؟ بيان سور في التسعينات. بصح كان يجي الجزائر؟ نو ماشي باش يغني، بصح كان يجي الجزائر. هذا هو المشكل. ماشي راي بزاف الناس ضامنوا بفنهم مع الجزائريين. تنهينا الفرحانة بالحفلة، لكن ما توافقيش ثاني عبد اللطيف؟ ما نوافقوش فورسيمون رأي، بما أنه إلي ليبر فنان كان عنده يقدر يكون عنده اون كوز كيما يقدر يكون ما يكونش عنده فورسيمون اون كوز. انا اللي فرحانه باغ كونت باسكو دي جون كيما انا كبرنا بايدير، سمعنا ايدير، حبينا ايدير، ما عرفناش ايدير، دونك ايلي تي فريمون طون يكون هنا ونشوفوه بوكوا با ميم سي سي بور دي زاديو. ايلي تي لا اون لا فيو اون ايتي هورو. هيا الخيرينو فرحان لانه ربما عوده ايدير هي تاسيس لمرحله جديده. الان بزاف كليشيهات راهي تزول من الساحه. إدير عاد إلى وطنه، إلى بلاده، هو مناضل قبل أن يكون فنان، وبالتالي هذا الجمهور اللي كان فيه الناطقين بالأمازيغية وغير الناطقين بالأمازيغية، الفن هو لغة يعني يسمعها الجميع ويفهمها الجميع، وبالتالي حضوره كان إضافة كبيرة. ذكروا فقط إدير بلعب لطيف، كلمت على إدير في 93، ما نسوش بلك إدير خصص ألبوم كامل للجزائر والشيء اللي كانت عايشته الجزائر، واسمه لي شاسور دو لوميير في سنة 93. ماشي لهنا. نعم وهذا كان الهيه ماشي لهنا. انا البوم ديسيني للجزائريين. للجزائريين بصح الهيه. انا جوري ايميل وكان كان هنا حاضر مع الجزائريين يعيش. كاين بزاف لي زارت هو او قال محمد بلي مناظر على قضيه معينه، لكن عندنا هنا نقطه نظام
وبالتالي عندنا نقطة نظام عند عند سي حكيم بطاش شاطر راك زعفان خاش هذه راك زعفان عندنا ماشي عليك هذه عندنا واحد والله غير مهبول في الجزائر في الجي سونت وي نعيطوا له راك زعفان يكسر لي باربيز تاع طونوبيل فارس دونك اليوم في اليوم خوناك غير هو يرفد براك زعفان مي هذا في هذا المنطق نمشي معاه باسكو ان سيرتان طون 91 2000 On a besoin de tous les Algériens, écrivains, journalistes, gendarmes, policiers, artistes, comédiens. Malheureusement, certains jours, qui sont en train de vivre en paix, ils sont venus. Merci beaucoup, très bien. Mais on avait besoin de ce temps. C'est vrai, c'est Hakim Bataj. Déjà, tu es entré directement dans le sujet. Tu sais que toi, tu vas te dire. الاول باش جيت قاعد معنا في هذا الكرسي راح نطرحوا لك اسئله ان شاء الله تعجبك مع الصحفيين تاعنا انتم مشاهدينا قعدوا معنا في برنامج مازال حل مازال متواصلين معكم لغايه 12 تعليل ما تنساوش لي هاشتاغ هاوليك ام اش راهو باين في ليكرون زيدوا ايضا مازال حل شاركوا اهضروا انتقدونا قولوا راكم ملاح ما راكوش ملاح ليسونسيال الكلام تاعكم راح نستقبلوه بكل صدر رحب سي حكيم بطاش جي معايا الكرسي ان شاء الله مع تحيه الجمهور رابح شكرا هذا خويا رابح معليش كرون بلون عليه خويا رابح رابح فوالا رابح هايل صح رابح ما تفقوش عليه انتم ولا كيفك صح رابح سي حكيم بطاش شكرا على حضورك كاش امبوتياج في الطريق سيركيلاسيون ان نورمال سي تري ديفيسيل باش لحقت من الجزائر لهنا وكتعرف بلي في الجي سونتر بما انك ديجا مبروك على العهده الثانيه في بلدي الجزائر الوسطى الله يسلمك لكن في العهده الاولانيه ما ريغليتناش المشكل تاع ستاسيونمون في الجي سونتر ستاسيونمون في الجي سونتر لا سيركيلاسيون في الجي سونتر ماهوش مشكل برك تاع بلديه كونترير مشكل تاع عاصمه تاع اون كابيتال عاصمه كلها ما يخفناش كو في لي زاني 80 ديس اليوم من هذا سي با لا ميم بو النومبر دو بوبولاسيون النومبر دو فيكول اللي كاين في العاصمه اليوم بكري كانت انوراني ولا عنابي باش يجي الجزائري يدير 6 سوايع 7 سوايع في لوطوروت ماشي مخدومه مليح يجي في الكار اليوم بيان سور مع لو بروغرام دو بريزيدون لا ريبوبليك كاين مهرن للجزائر سي 3 اور دونك الناس تجي اي الدور هنا في الجزائر نهار كامل ويولي مع العشيه لدارو دونك يا طرو دو فيكول دو ليكستيريور دو بي اللي يدخلوا العاصمه اي ثاني عاصمه حنا الجي سونتر ولا العاصمه بداتها قلب العاصمه سي كو اون كابيتال ايكونوميك اي بوليتيك دونك السياسيه وهنا لي غروند انتربريز ناسيونال هنا هذا الشيء والمشاكل اللي ما يتعالجوش على مستوى الوطني الناس تجي لهنا باش البورت لي دونيونس تاعهم في لي مانيفيستاسيون ولا مارش ولا دونيونس في لي مينيستير دونك هذا الشيء اللي خلى الجي سونت سي تري ديفيسيل ولا الجي سي تري ديفيسيل بور لي بروبليم دو سيركيلاسيون اي دو ستاسيون صح وعلى كل حال راك تعيش في العهده الثانيه تاعك على راس بلديه الجزائر الوسطى بعد النجاح ان صح التعبير تاع العهده الاولى من ناحيه لو بيلون من ناحيه ربما خلينا نقولوا الانجازات اللي داروا في الجزائر الوسطى هذا يخليني ربما نفتح المجال مع عبد اللطيف بالقايم باش نحكوا شويه على السياسه هكذا عبد اللطيف سي عبد الحكيم مرحبا بك الله يسلمك أزول فلاش سي عبد الحكيم انت قبل الانتخابات المحليه كنت في الحركه الشعبيه الجزائريه انفصلت تمرت ولا خرجت من لامبيا باش تترشح بقائمه لؤلؤه الجزائر لؤلؤه الجزائر قائمه حره تلقيت تهاني من عماره بن يونس بعد ما فزت انا ما نسناش من شخصيه سياسيه باش يهنيوني كي يهنيني الشعب تاعي هذاك هو صح ما يهمكش ولو كان عيط لك وهنئك اسكو ترد عليه نرد عليه بيان سكو هو رجل سياسي وانا ثاني مارست سياسه نرجع له ونقول له بارك الله فيك صح من بعد ما فزت خدعت شويه اللي ينتخبوا عليك ورحت لجبهه التحرير الوطنيه الوغ كو اللي انتخبوا عليك حر علاش رحت لجبهه التحرير الوطني الوغ كو انا ما رانيش هاضم مساله نشترك مع فلان في بيان نوفمبر يشترك معها حتى الفيس المحل وحتى الارسيدي حتى الاحزاب الاسلاميه حتى ماهوش مبرر بزاف الناس في القاعه صفروا عليك وما عجبهمش الحال وين القاعه اللي صفروا عليك وين كي كنت تقول باللي ران اعلن انضمامي كاين بزاف اللي ما عجبهمش الحال اسمح لي هنايا جكر ورا كنت ابسون تاع بالك جابوا لك كلام برا لا سمعنا وبالك لي غيرهم بطاش ولا لي غيرهم الجي سونتر ولا ولاد الجي سونتر اللي جابوا لك الكلام سينو
انا كي نهار فاش تستاليت بار الوالد دالجي زوخ الاخ زوخ استالاني كيما هذيك الدقيقه وعلنت الانتماء السياسي تاعي والناس كامل كانت زغرت ودرت انستالاسيون بوبولير ما درتهاش دون ان بيرو ولا في ان صالون اسمح لي اون بريزونس حوالي تاع 300 عبد لكن علاش؟ علاش؟ علاش رحت لجبهه التحرير الوطني؟ الناس فوطاو عليك حر ما فوطاش عليك 300 واحد سي عبد الحكيم فوطاو عليك بزاف علاش رحت لجبهه التحرير الوطني؟ تربيه حكيم بطاش كشخص كشخص سي ان اون بوبولير انا يسال فيا الشعب ما يسال فيا حتى واحد انا نخدم شعبي هكذا حكيم بطاش ماشي حزب سياسي اللي كونو بتربيه تاعي بثقافتي وبدعاء الخير تاع دعاوي الخير تاع والديا اللي تكونت وخدمت ونط كمناضل مناضل تاع الجزائر ماشي تاع حزب ولا تاع شخص ولا سيبورتور جامي دلافي انا كنت ناضل بديت النضال تاعي من نهار كنت صغير بالك العلم كاين شي ناس ما يعرفونيش بالك الاخ الصغير تيعرفني درنا سياسه واحد الوقت افون لي زاني 90 لا بروميير اريستاسيون تاعي سي في 86 في 86 86 ما قبل 88 كنا درنا اون مارش كان فيها ايت حموده سعيد سعدي اكسيتيرا فرحات مهني له ودرك له يحوس على ريجيوناليزم ولا لوتونومي كنا درنا مانيفيستاسيون بالجمعه سيتي ان بروميير نوفمبر رحنا نديرو جرب دفلور داونا الحبس دونك كنت مناضل وغيور على بلادي فيما يخص كل مجالات مالغري ما جاوبتنيش على السؤال جاوبك انا جايني جاي راك تهضر مع واحد كياسوم سي ريسبونسابيلتي ماشي ما نخافش الخوف مربي ولكن والحاجه اللي نديرها جاسوم مي ريسبونسابيلتي كنت في حزب ما كما جبت لي الحركه الشعبيه الجزائريه انا نهار انخرط في الحزب الحركه الشعبيه الجزائريه تاع الاستاذ عمار بن يونس انخرط بقناعه ماشي بشخص كان ان بروجي دو سوسيتي لو بروجي دو سوسيتي بصح كذبتوا في واحد الوقت ما فهمتش واش صرا خلاف مع عمار بن يونس دونك الحق لك ومن بعد كذبتنا احنا خليوني نريسبيري خليوني نريسبيري دونك كيما يقولوا انخرط بار كونفيكسيون دان ايديتو دان بروغرام لقيت مع الشخص مع السي عمار بن يونس متناقضين بزاف مجالات وين شفت حزب كيما بعض الاحزاب اللي راهي اليوم حزب تاع تجاره داير شحال مخطره نقول دو بريفيرونس ان اغريمون دركا ان اغريمون بولي ان اغريمون دان بارتي بوليتيك كي سكونفيرتي لوزاره التجاره افيك تو لو ريسبي دو سيرتان بارتي بوليتيك ماشي اللي عندنا 80 ولا 60 بارتي دونك هناك تناقض حبيت نصحح حبيت نبني في الحزب شفت ريان فابلو جبت روحي جي في اون ديكلاراسيون تبني في لا فلان اسمح لي نكمل دقيقه روح جبت روحي من الحزب هذا جي في اون ديكلاراسيون وين قلت جو ديميسيون قلت جو ديميسيون جو ديميسيون ما تخبيتش مور لي كوليس ولا كما يقولوا مارست سياسه الصمت دونك جي ديميسيوني بقات واحد عام اي سي با نيمبورت كي اللي يديرها ماشي واحد ماشي نيمبورت كي عام على العام الاخر تاع العهده تاعي نديميسيوني من ان بارتي اور كو غدوه راني رايح نراماسي 1150 سيناتور لازم ان دوسي اي بيان سور راكم تعرفوا كنعرفوا شويه كانت شقه المهمه مي جي ريسكي جي ريسكي وعلاش جي ريسكي دان كوتي جي ريسكي لوتر موندا اللي مواطنين دونك نلحق علاش لا فلان علاش ماشي لا راني ايش دوا دوني انت وعلاش ما تقولش لا فافاس ما تقولش لا رسيدي ما تقولش لا نولي لامبيا اسكو لا فلان هذايا اسكو لا فلان هذايا سي ان كونغران اسكو لا فلان هذا تاع شخص معين هل لا فلان سي ان بارتي دي زالجيري علاه لا فلان ماشي الاراندي باسكو لا فلان والاراندي سي بريسك لا ميم لين بوليتيك شوف اسمح لي لي بارتي جبت لي الاراندي ولا فلان Ça diffère les personnes. Sinon, c'est un seul programme. Nous allons à l'MPA. Le mouvement populaire algérien, c'est Amara Ben Younes. Le programme de Amara Ben Younes, c'est l'Irlande, c'est le même programme. ما يقبلهاش منك سي لو ميم بروغرام مي كاين بزاف اللي يقولوا لنا حكيم التحق بالافلان تحت ضغوطات ماشي بيدو تحت ضغوطات تاع الجهات شو انا نهار كانت نمارس سياسه كنت انا الرز ولا نخنو فهمتني دونك واحد ما ينجم يقول بطاش ركع ولا نوض انا اللي نسير روحي وبيان سور لا فولونتي بوبولير اللي تحكي معليش نروحوا لسؤال واحد اخر عبد اللطيف باش نروحوا ثاني لمحمد تنهينان سؤال اخير اذا عندك تعقيب على واش قالوا السي بطاش انا القناعه السياسيه تاع عبد الحكيم بطاش باسكو دار بليزيور بارتي بوليتيك دوك الناس درت بليزيور بارتي بوليتيك دركا معليش دركا كنت في الامبيا تري بيان دركا في الافاله ودركا في الافاله زوج سي بليزيور سي بليزيور اي بيان سور انا جالك خلاص الجمع يبدا من اثنين
درك القناعه السياسيه تاع عبد الحكيم بطاش ما راناش فاهمينها مليح مليح. القناه نعطيك قناعتي انا قناعتي سي نخدم بلديتي، نخدم شعبي ونخدم وطني، هذه هي قناعتي. اي فوالا لي. نروحوا محمد سيدمو، كي نقولوا حكيم بطاش ما نحكوش برك على السياسه ولا المسار السياسي تاعو ولا حتى المسار النضالي اللي تكلمت عليه. نحكوا ايضا على الجزائر الوسطى. كنت حاب نزيد نسأله سؤال سياسي. معليش نبداو بتاع عثمان وبعد نروحوا للسياسي لان المجال مازال واسع. الجزائر الوسطى هي قلب الجزائر العاصمه، قلب العاصمه الجزائريه، هي ارث تاريخي وعمراني كبير. سي عبد الحكيم بطاش اليوم الجزائر الوسطى تعاني من مشاكل كبيره، يعني تعاني من مشكل النظافه، تعاني من مشكل تاع لي باركينغ، تعاني من حتى مشكل تاع التروطوارات. ماذا في يد سي عبد الحكيم بطاش باش يصلح اوضاع الجزائر الوسطى؟ دونك الجزائر الوسطى انا مقنعين باللي سي لو بومون دو لا كابيتال، دونك سي 1 مليون باش نعطي شويه معلومات، سي 1 مليون 500 ميل بيرسون بار جور اللي يجي لي جوز لي طوف على ديدوش مورال العربي بن مهدي ولا زيروت يوسف ولا اصلاح حسين. دونك لا كابيتال سي ان سيرتان طون سي فري كاين لي تروطوار كانوا مهلوكين، ما يا با مال دو بروبليم، ما في الضوف في ليكليراج في الزبل في لي تروطوار في لو كوميرس، المرافق العموميه ما كاش، لي جاردان مغلوقين ديتيريوري. دونك يا يو ان بلان استراتيجيك دو لا ولايه دالجي وين ابري كي جا مسيو الوالي زوخ il a lancé le programme stratégique de la wilaya d'Alger win la capitale ou la Alger centre il est qui me dit impliqué à 100% impliqué qui fait à 100% c'est que ana nhar jit f 2012 ana kent njeri ana kent ra'is baladia sah nqa3d f el mktab ndour f el ahya walakin nrouh el wilaya bach njib mashari' w bach njeri ala baladiti wala sha'bi donc jrit el youm el hamdou lillah normalement ana ndourou chouya f djer كاين ان تروطوار في العربي بن مهدي كوش دروات مخدوم، كاين الخيوط ماشي سولي نورم. سي عبد الحكيم بطاش ماشي سولي نورم، نشوفوا نروحوا نزوروا مدن في العالم تروطوار تصيبهم سقم، يعني معتنى به بشكل مليح. احنا مانيش عارف لي زونتربرونور هذو اللي يخدموا لكم لي تروطوار علاش تصيب كارلاج طالع فوق خوه، تصيب ما فهمناش هذا السبب. شوف حاليا سي فري اني نقول لك افون لي زاني افون 2012 مقبل 2012 les entreprises جميع entreprises اللي تخدم في لا كابيتال ولا في الجي سنتر ولا في لا ولايه دالجي مالوريزمون لازم نقولوها الماسون سراق، المانوفر سراق، اللي عسل لونتربريز سراق، اللي يمد المارشي سراق، اتولي نيفو اتولي نيفو اوني توس كومبليس. ما لازمش اليوم نقولوا اكس هذا اللي هلك البلاد، هلكنا هالبلاد. دونك بيان سور كاين السرقه اللي راهي في كل المستويات، السرقه هذه بيان سور سويفون اكسبيريونس. كاين بزاف قوانين اللي جاوا جدد باش بنادم يعس par exemple le السيمان عنده معايير باش تخلطوا دير به الكارلاج، السيمان اللي تلبس به ماشي كيف كيف. دونك كاين دي انجينيور، كاين دي فورماسيون، يا يو دي فورماسيون باسكو لي زابي سي بكري ما كانش ان تكنيسيان سوبيريور، تلقى عساس المير دارو تكنيسيان اي بوان لاين باسكو ولي فاميل تو باسكو مشى معاه في كومباني الكترال. اليوم نو كاين معايير باش وكان دي سيرفيس اوربانيس مي كومام. اليوم عندنا دي تروطوار وعندنا نيكليراج ولا بوبال ما كاش، كون شويه كون شويه ان كابيتال برو، نكون شويه ان بو ميشون تحملني. يعني انا نقول باللي ما كاش اراده سي عبد الحكيم بطاش، لانه لما شفنا لما جاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجزائر وكانها لندن او باريس. يعني لما يجي مسؤول اجنبي او حتى مانيش عارف الوزير اول ينزل العاصمه يعني ترتدي لوك جديد، يعني شباب. علاش هذا الشيء ما يندرش للمواطنين العاصمه؟ علاش نستناو حتى يجينا وافد اجنبي؟ تو لي بي دو موند اي كومبري لالجيري، حنا نشوفوا برك حنا اوني سبيسيفيك اوني سبيسيال حنايا، ما نقاش جامي نقولوا حنا نديروا انا نفعلوا اكسيتيرا. نعطيك برك مثال، هاك درت عرس في دارك، واش هاك رايح دير العام هذاك؟ تصبغ دارك، دير لي ريدو، الكوزينه تمسحو، المراه تغسل الحيوط، وعلاش؟ باش تبريباري الضيوف تاعها باش يجوا، كي يجوا هالعرس، سي لا ميم شوز. انا نظف 1.5 مليون ارجيومون تلقاها غير عند سي 14 وبعدين نزفق عليه. سي نورمال.
نورمال. ولا كانت نظيفه نزيد نظفها اونفورميل باش واحد ما يضحك عليك. عندك 1.5 مليون يجوا كل يوم يعني ضياف عندك. هذا هو العرس الحقيقي يعني لازم تعتني بهم يوميا. شوف الشعب اللي يجي الجزائر الوسطى مرحبا به، ان اترونجي كي يجي الجزائر الوسطى ثاني مرحبا به، سي ان اونور بور موا. الجي سونتر ولاد الجي سونتر ولا السكن الجي سونتر يجي لعندهم ماكرون. كاينه حاجه محمد يخرج كاع الوثائق في اسرع وقت ممكن. يعطيك الصحه محمد. نعرفوا بليك ثاني سي حكيم بطاش ماشي برك خدمه تاع بيرو، ولا يخرج برا يروح للسواق ولا يروح يشوف الخدمه كيفاش تندار في 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 البلديه، لكن سي بطاش حاضر بزاف في لي ريزو سوسيو. و جو بونس كو تنهينا توافقني في هذا الراي. اكزاكتومون. مي قبل ما نروحوا لي ريزو سوسيو اسمح لي يونس، دونك جو ولي جوست روبوندير بارابور ا كلكو شوز. دونك كنت حكيت على لي تروتوار، دونك كنت حكيت على لو كوتي بالك استيتيك، انا بالك ان اوت كوتي لي نزعف بزاف، نزعف هكذا بزاف هكذا. C'est, par exemple, ils me chauffent les chaises roulantes, par exemple. Ils ne peuvent pas marcher sur les trottoirs d'Alger. Personnellement, moi, je fais les trottoirs d'Alger. Alors oui, on parle des normes, on parle de l'esthétique, de la qualité du ciment. Mais après, je suis dans le poteau de l'ouest, je suis l'accès sur les trottoirs pour une chaise roulante. Ça, je pense que ça n'a rien à voir avec Serka. Je pense que c'est autre chose, monsieur Boutache. C'est vrai, l'accessibilité pour les handicapés, on vient, monsieur, on vient, ça fait un an. Tu peux le faire. J'ai oublié comme là. Donc, l'accessibilité, c'est vrai. Pour les handicapés, vraiment, les gens qui nous font place, كما يقولوا اون سو مي ا لور بلاص. كي نشوفوا اون شاز رولونت الانسان لازم يرفدوه باش يطلعوا التروطوار ولا يحطوه للطريق. كي نشوفوا اون فام افيك اون بوسيت سي تري غراف. مي اني جامي تروطار ثاني بور بيان فير اباك سي البلان استراتيجيك ديال ولايه دالجي هذا ما يخليكش تانترفوني ان امبورت كان مومون باش ما نطيحوش المشاكل القدم كيما لو تروطوار او تنخدم مي ايور مازال. وعلاش؟ باسكو باش تخدمي تروطوار درك لازم معايير ومقاييس هذوما، ولا لوا تقول بليك افون ما تخدم تروطوار لازم تريباري لا تيوتري، تعاود التيوات، تعاود كلش الكابلاج اللي كاين في السماء يولي لونفيسمون دي ريزو باش دير. مي اوني اون تران دو بريباري باش نضمن خاوتي اللي يسمعونا، اوني اون تران دو بريباري ان كاي تشارج دو 4 مليار دو سنتيم في العهده اللي فاتت اللي بديتو، مازال انا لونسينا لا في دابيل دوف باش نديرو لاكسيسيبيليتي sur tout le territoire d'Alger Centre. C'est vrai que j'ai le baladia تلقى كيفاش جوج لاجيز رولون. تيلي ملي الفوق كاين وزاره التضامن دارت لاكسيسيبيليتي، مي لو كور دو لا كابيتال امبوسيبل. قبل ما نروحوا نحكوا على لي ريزو سوسيو تري رابيدمون عبد اللطيف اك زعفان وعلاش؟ كاينه حاجه سي عبد الحكيم بغيت دائما نطرحها للمير وجامي صبت الجواب عليها. علاه كل خطره كل ما تجي تنتهي عهده نصيبوا لي تروطوار كاع يتعاودوا؟ سي ان فينومين ناسيونال، رجع سبور ناسيونال معاوده تاع لي تروطوار. هذه نمشي معاك واحد الوقت سي فري، واحد الوقت سي فري لي تروطوار يتعاودوا لافان دو موندا باش جميع لي سراق يسرق في لافان دو موندا. اوكي. راني معاك. مي حاليا كاين كاين هذه ماركيها الواحد واسمه حمزه هواري عندنا فيسبوك. حمزه هواري فهمتني. هذا مي مانون هاد مانون كاين. علاش قلت لك كاين لو بلون استراتيجيك ديال ولايه دالجي بور اونتامي دي ترافو il faut des autorisations. تنهينا؟ On espère bien. نعاودو نرجعو لي ريزو سوسيو مسيو بطاش. دونك vous êtes très très présent. انا نعم سي بطاش شو راني في لابار انا في دار الشراعه لا 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 دونك سا فايت فريمون تري تري سيمباتيك مع لي ريزو سوسيو دايور فوز تري تري سيمباتيك في لي ريزو سوسيو دونك بور فو فيسبوك باغ اكزومبل است كو سي ان اوتي ولا كيما كامل الشعب كيما كامل الشباب سي ان ديفيرتيسمون انا بور موا سي ان اوتي خاطش علاش التواصل مع الشعب حاليا سي اون il est très c'est très important le maire ou le responsable يتواصل مع شعبه ولا مع الناس اللي يحبوه ولا اللي عم يتبعوا فيه سي كو التواصل حاليا ولا لا كومونيكاسيون اكطويلمون سي اون فو افوار لا بي اون فو نفهموا هذا الاخت ولا الاخ هذايا باللاج تاعو لي انا 50 سنه بوتيتر ورا 20 لازم نتواصل معاه لازم نعرفو يعرفني ولازم نعرف واش قصو سي سا لا كومونيكاسيون اي لي تري امبورطون في لي بوست دي ريسبونسابيلتي دونك واش ندير لازم نصورو باسكو خدمتي
باغ اكزومبل كيما اليامات هادو درت سيت دي سانيتير في جامع بور لا بروميير فوا في الجيري ندير اون تواليت بور لي زونديكابي داخل الجامع. سي حاجه مليحه. علاش صورتها؟ سي بور فالوريزي مون ترافا. حاجه مليحه هذه وحده. وثاني باش الناس صح سمحي لي واحد اخرين ولا سمح لي منتخبين واحد اخرين 17 كي نشوفوا التصويره هنا من 17 كي نشوفوا هنا التصويره نشوفوا بانه 17 يحكم الكارشير شوفوا في التصويره اسكو هاد لوبيراسيون ديالها سي اون اوبيراسيون دو ماركتينغ بوليتيك ولا فريمون 17 يامن بشي لو يديروا شو سانسيرمون افون كو نولي دابا كي راني في لاميري دوبي 2002 كنت ادجوان 2002 2007 2007 2012 ادجوان ومن بعد مير دونك 15 سنه وانا في لاميري افون ما نكون 2002 ندخل للبلديه كنت كوميتي دو كارتي نسيق في حومتي وكنت نسيق باطيمتي كنا واقيل في 4 ولا في 5 الناس تجوز ولا غير يرمي يرفع شما يرمي كذا وحنا نسيقوا مي سي اون ميسيون نوبل داير ربي سبحانه يأجر هاد الناس هادوما اللي نظفوا المحيط ونظفته من الايمان دونك هاد الشيء هذا جلي دون لو سون انا في داري من ذاك نخدم هاد الخدمه وماشي عيب باسكو سي داري اليوم راك تشوفني هنايا جاي في صوفيا كانت 12 ونص خدكنا نوجدوا جنينة صوفيا باش ينوكيريها لو لوندومان الوالدة تحية كل الناس اللي راهم كل يوم يجوزوا بالكوام تاعهم الناس اللي يعملوه في قطاع النظافة اللي ينقوا فريمون يديروا حاجة كبيرة وحنا مرات ما نفيقوش نرموا مرات نسها ونديروا أمور ففريمون تحية لهم فقط سيد موحى عطي لي برك دقيقة باختصار تنهينان إن أمكن باش نروحوا عند محمد ونجدوا له واحد الكويز شباب ل 17 تفضل روح معليش مي درتها بقلبي باسكو خدامين راحوا كاين لي باسكو لازم يروحوا على 12 ولا على الزوج جي بروفيتي دو لوكازيون كنت نسيق واحد اخينا جاز قال لي 18 نصور قلت له صور خلينا نخدم الله يست راح ورماها في الفيسبوك لا في لو بوز مي جي لي في دو بون كور سي با اون بيبليسيتي لي بيان سور دونك كاين ان اوتر بوين مسيو بطاش ان بوين تري تري امبورطون اوجوردي الجي اي بيل les immeubles sont beaux. Après, reste, je suis à des problèmes et tout. Après, c'est Nasser Yermé, vous n'êtes pas responsable. Mais partout, dans les capitales du monde entier, il y a de l'art aussi dans les rues. Les rues, ce n'est pas juste pour marcher. Les rues, ils doivent être beaux aussi. Nous avons vu des douches morades, nous avons vu Kamel, et nous avons vu la grande fresque d'Alcide, qui est un fanan. تونسي اوجوردي اسكو ما كاش فنانين جزائريين يقدروا يديروا دو تيل فريسك اليوم عطيت ان اسباس ان بوتيت اسباس لواحد الفنان فنان جزائري اللي هو سنيك عطيت له لو بوتيت اسباس تاع لا غراند بوست وين كان دار اون بوتيت فريسك اسكو هاد الدائره ماشي لازم تتعمم ان بيتي بو في لي زيموبل باسكو سي فاد نشوفوها كحيط بيض هي سي تري امبورطون هذا لو ديسان لار دون لا رو دايور درناها في صوفيا صوفيا ثاني درناها غرون ميرات درناها في دوش مراد درناها في دوش مراد بيان سور هو ما دارهاش باش نتفاهموا ما دارهاش باطل جبناه سي ان ارتيست قرا تعلم سيمبل وي السيد نعم السيد نعم. على ديدوش مراد نعم ما عندنا بزاف ناس متعلمين هنايا يعني. سي ترو شير سي ترو شير باش نتفاهموا سي ترو شير سي ترو شير المير تاع صوفيا درناه ب 70 مليون Mais c'est pas cher pour embellir la capitale. Oui, bien sûr. Mais il y a une instruction, mais le Wali d'Alger pour faire ça. Mais on est en train de préparer, c'est pas surtout حاليًا مع la crise économique, on doit y aller doucement, inchallah. Mohamed, باختصار. Sincèrement, c'est بطاش يعني حاب نعرف يعني رأيك قناعتك. علاش الجزائر المستقلة بعد شحال من سنة من الاستقلال ما نجحتش في بناء مدينة بمواصفات الجزائر الوسطى؟ صراحة يعني يا شوف كنا نتبع كلامك ما يخفناش كو سيتي يير لانديبوندونس نقولوا دوبي انا نتكلموا باللي دوبي 62 لانديبوندونس انا نشوفها البارح اللي خرج الاستعمار وخلى ولادو الاستعمار هذاك اللي خرج خلى ولادو وما تنساش باللي شحال من ازمات يبنوا مدن وبناطحات ساحات اسمح لي انا نخليك تهضر خلينا تفضل يعني لارجيومون تاع انه استقلالنا عنده مده قليله ماهوش صحيح انا واش انا في لاشين في لاكوري دو سود راهم يبنوا مدن في 10 و20 سنه انا نمد لك رايي وتحترم راي الاخر اكيد شوف انا نقول لك سي ان بي جون سي ان بي كي ايتي بوسكولي بليزيور فوا لا ديرنيير سي La dernière, c'est l'Achria Saouda. C'est l'Achria Saouda, qui m'a dit Fallak. L'Istiamar Lijin Kharjouh, on a dit l'indépendance, ma kanwalu, en 88, darbna binatna. Adi qala Fallak.
il y a pas mal de crises li jazou fi bladna hada chi ana je crois hada chi li khlana c'est vrai on est en retard il y a pas que غير باش نبنيو مدينه كيما تبنات الجي سونتر طيب tous les volets on est en طيب مليح شكرا لك 17 جينجل باش لازم قبل الجينجل جيب لي ربي نبدلو شويه الضو باش تولي تخوف شويه خاطر راح نديرو كويز يلاه جينجل الضو اللي تخوف نعم نروح انايا لا لا لازم تقعدي نو نو لازم تقعدي لازم 17 هو اللي يخاف جينجل ونرجعو سبطاش أو يقول بليك أنا اللي لازم نخاف هكذا أنا قلت لك على بالي على بالي على كل حال الكويز تاعنا سمينا اليوم كحلة ولا بيضة كحلة ولا بيضة وعلاش لأنه راح نعطي لك خيارين تخير يا هذه هذه بصح لازم تجاوبني نديرو تيست معلول صح مولودية ولا الياسمة في زوج بارسك ألجي سونتر مع فيها مولودية وفيها الياسمة وأنا شي با سيبورتور ماشي سبورتيف صح هذه الإجابة تاع في زوج خليها لي غير في السؤال هذا يعني أسئلة لهم جايين خيري هذه لهذا صح بون معطوب الوناس ولا قروابي معطوب الوناس ربي يرحمهم معطوب يرحمهم في زوج نعم مير ولا وزير مير وعلاش لأني ندير الخير في شعبي وخالص عليه حتى الوزير يقدر يدير الخير في شعبه ويخلص عليها مي ولا لا ميسيون نوبل سي المير احترام احترامك انا رايك هذه هي هذه هي صح شكون اللي خرجت عليك المعارضه ولا الموالاه الموالاه تسقسيني نجاوبك هذه اكسبليكيها لي فاهم ها وعلاش معارضه نعيط برك عيط عيط مي في الموالاه نعيط ونبني صح المرحوم ايت حمد ولا سعيد سعدي الله يرحمه حسين ايت حمد وليدك تسميه مصينيسه ولا حذيفه عندي وليدي واسمه امازيغ عنده 23 سنه في عمر ولو كان عندك وليدك غدوة ان شاء الله وعندي محمد صغير انا يعني جاوبت لي على السؤال صح تسلف دراهم وما يردولكش ولا تروندي سيرفيس نروندي سيرفيس صح خير وحده من الزوجه وهذه هذه ما تقوليش هكا ولا هكا خير دوكا في هذه اللحظه تمد نيميرو تاع التليفون تاعك على المباشر ولا تقول لنا شحال تخلص 0661 51 28 93 وا انتم اللي راكم تشوفوا في اليوتيوب ديروا بوز وعاودوا وماركوا النيميرو بكل بساطه بالك تحقوا 17 اللي تري ديريكت وانا نحيي فيك هذا الشيء واخر سؤال 17 قول لي سانسيرمون وفهمها كيما حبيت مازال الحال ولا راح الحال؟ مازال الحال صح؟ يعطيك صحة ما قدرت لك بارك الله فيك يعطيك صحة 17 شكرا جزيلا على صراحتك انتم مشاهدينا اقعدوا معنا في مازال الحال خلاص نحونا الضو اللي تخوف فاصل ونعود ونرجعوا تعرفوا مشاهدينا باللي اليوم سي لافي تاع يناير الحفله اللي نعرفوها احنا كجزائريين ويناير كما قلت رانا في سنه سمحوا لي مانيش حافظها بالضبط راهي 1968 ومش باش نحكوا على يناير خيرنا نجيبوا مواطنه بسيطه اللي هي النحجيله نرحبوا بالنحجيله اللي راهي داخله للاستوديو تاع مازال الحال تحيه امشي خير امي راه سلامش انا اساسا عفاك يا واد انا باش الحمد لله الله يبارك عليك في النهار كلها الله يبارك اما حد عاوز خير غور تسقساي في اللي غور صراحه بزاف انا سكواشا انا كبير قابل ان شاء الله حد عاوز خير غور تسقساي غور يتاكد ديري منور تسكراري عندي تو غير 15 يا غاب 15 فرقه كل حوار عايش وليد فرق الحوار في الجزائر وراش الحوار سي وليد مالك راه الحاره سي وليد ما عطاش يمكن عام خالتي اخر عام خالتي قام طاش ما كاينش شي شبشه قايله هذا مصاوبين هنا سخاف لا وصحيتو غير ثاني بوا مرحبا بك نحجيله صحيت عيون سمح لي الزهر علاش صحيت اي قشطه راه كان راه قبيله الله يبارك ثمن عقل وكان مزوج هنا اللي ولا راه اكس فكا اي لازم نتعلم سلامينا سلامينا
يونس شوف فاطمه لا شوف عيني شوف تبدلت 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 شوف الله يبارك تي الله يباركك عندي فقال بوردز هذاك 100 وين ان شاء الله واحد لطيف بعد انا غامي حاشا واقف زمر حاشا واقف زعفر زعفر انا غامي ان شاء الله وساني كانت جوج هنا تستخر ذي الزعاف معاكم معاكم تسكسر وتاقيني عبد اللطيف اكدي عليك بالشره راكي فرحانه ان حجينا اليوم الحمد لله عشان ما زفني ناسو فراري سو فراري الحمد لله سي ذا بوغاي لو خذ مني مزوره اصلا انا غادي ثلاثه الحمد لله ركزني قرينا عفت مورتك اي حركه انا ما فهمت ليش جاي غاد عقبني وكل عقب كم ثمان ثمان ثقين مره انا خاطر ما عندها رزقي ثمان ثقين الحمد لله سي ذا بوغاي الحمد لله ربي ويدي قد شال هذا راح معكم ويدي مذنك ويدي خذناك عفت مزيغ ثقين ونحن نحجي يعني إيه؟ نفهم فيك واعطيك صحة كي جيت لينا بصح قالوا لي بلي رحتي للسبيكتاكل تاع إيدير عاف روح عاف روح وغيرك ارجو كان دقيقة ايه اوردية ايه اش قايد فايبر نكيري اهدر على ذي التلف سعيد فايبر كتيني سعيد سعيد ايه يصلاب شاط سعيد ايه بفكيت صلاب شاط ينكم بعد ايه عاف الرجع ايه سورة غام دير قروب نذي فيسبوك عني في درضيسة ايه نكيري ماركيا حجيرة كبير لا بوبي لا بوبي في الدرغاس نخرج ولا ذاينا ايه سناب شات اكمل نوع الجروب اللي انا السوريت خير هذه سناب شات اللي كاين يوصل الغاره ولا شهر ريزو دي نغار اسمح لي غامي والله ما معليش ان توكا راكي خير مبطاش في لي ريزو سوسيو مليح بطاش حرج بطاش على واش زمرني بطاش معليش تعرفي تعرفي غدو غدو يناير نحجي لا واش هما العادات والتقاليد دي غار في فيرو حريت اذا راه اوكي فير فنان نغام قران نتحمل غيثير حمل غمعتوب حمل اي ثمان كلات حمل غاكل شونتور نغيثير حمل غفك شفتو ذاك شنان دا سي قرا في مارين صبابين في قشيشين سليبانين لي مينيست سكرابابين في الويتر وين لا 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 فينا فيغني ولا شانسون لان دسي قال هاتا هاتا زيدوا لها شوية زيدوا لها اشتحاف اللاطفة يا سيغن اه حركي نو شخص واحد راك تصيفني ولا غير مش نفك حمرا فاش تني دعنا ندا سي قرا فينا ما تاين تورا فينا اش وصلنا ندا سي قرا تخير كاوي فرنسا بابا ينوفا الى قام قبل الفيزا يلي غريبا يسعف اش تني دعنا السندوق السندوق داي الحبس الامبورطاسيون فرها فينا فرها فرها مرق معليش انا خليني نبروفيتي نحجيلها كي راكي هنا باش تحكي لي على العادات والتقاليد تاع يناير هلا يناير تخشي ما حنطارت كنت يشفد الشاشنا انت الشاشنا كني راك كيف غير راك الشاشنا كتيني ياك اكني بوين سيزيا بطاش يشفد ما سينيس ما تزغر في الوقت اللي الامير عبد القادر يقولوا لك شتينا كيف كيف يونس قاسيت له ايه عاد اثنا كونيزك اتخمص سبع سوفا راك هذا ما حضرت اتخم ضيفها هو انا جيرفان فيري روشيا يرها سيزيك نخدم فيري روشيا قلنا بوينف اتخم ضاك قلنا تشاي اسيط تقدر عاد اثنا نزيد هذا ما هيا سيد ذات فري انا ما كاكلت صبغه فيطا تقصد عين تو تقصد عين ندير انا في خامي مليح معليش هذوما هذوما العادات كل يوم شو العاده فيك ساعه غير مليح عطيك صحه نحجي لا وشي صوت مازال مازال زويت دايك ديف كابو يا الله الله يبارك لك سعيد سناب شات سكريب كيت زير سناب شات كم كان ماركي سناب شات اكتب يونس صابر شريف يا صابر شويط صابر شريف الله يبارك شنو توي غار سناب شات يقول حوايج غار قيم فينا الزعفران تصيفني معليش نحجي لا نزيد نبروفيتي من الحضور تاعك باش تقولي للاجيال الصاعده كلمه على الامازيغ لا شهر سنين غاسلين عموثني رقصنا في تمسريفه كاين في ادريسه كاين شهر عفيد نسالي هادي في كاربون هادي كسار بوان مشو ما هادي سرير بوان الرشا كاين غير خدمنا في تماسيغ مليح كاين انني فاهمك وتقريبا الجزائريين الكل يفهموا القبائل بصح كاين واحد الاقليه ربما الناس ما تفهمش الكلام اللي كتقوليه تقدري تقولي لنا حاجه استعرفت استعرفت انا
نهضر العربيه نهضر الفرنسي نهضر الانجليز نهضر في سناب شات نهضر كلش انايا لا غايلين هاد الامازيغيه اللغه تاعنا والثقافه تاعنا راه ان شاء الله يا ربي البلاد تاعنا تطور يا الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله دعوه مقبوله ان شاء الله باش نختمها يا الخير نوم فوقني ما طوانا فوقني ما طوانا في غرفة سلام يا تجرى الحلوم اسقام دافري وانا اسقام دافري وانا زغرتو فوالا يا وسادو بحر اللهنا يا سوس نورا وانا يا الخير عينو في غرافينا ثلاث شفاط اللي غتخينا لكلاتنا عطيك صحة نحجيلا سليمة في يمة الذابة أخوالي أخوالتك نانك أنت بخام نفك تسلم فلاس بخايا خيرا أبطاش ما فرق ندر حواري سولي أخمر كنا مروينو عارف تيريف زيرو سانك أبقاو على خير كان هذا كمال عبدات نحجيلا فشكرا على حضوركم وان شاء الله انتم اللي راكم تتبعوا معنا شاركوا معنا دائما في الهاشتاغ هذا اللي راكم تشوفوا فيه الفوق مازال الحال ولا ام او اش جينجل ونرجعوا في الجزائري في الجزائر يا وان ما كانش غير مازال الحال كان بزاف برامج مهمه وهايله ورائعه من بين هذه البرامج اللي نحبها بزاف برنامج القصة وما فيها اللي يجيكم كل تنين على 9 غير باع وصاحب هذا البرنامج الرائع الشخص الزعفان راهو معنا عبد اللطيف بالقايم مؤخرا درت عدد حول مصارعة الكباش لاقى اهتمام كبير في شبكة التواصل والناس بعثت لنا بزاف حول هذا العدد اللي درته واش تقدر تقول لنا عليه عبد اللطيف البرنامج مش تاعي فقط وانما مع الزملاء في القسم كذلك صحيح العدد الأخير من القصة وما فيها نال اهتمام كبير كان عنوانه قرون الجزائر القاتلة يعني القرون نسبة إلى الكباش اللي علموها أصحابها باش تضارب كما رانا نشوفوا في الشاشة نال اهتمام تاع الجزائريين عموما في لي ريزو سوسيو باسكو الظاهرة جديده ما كانوش يعرفوها الجزائريين الان طورت بزاف الى درجه وين ولاو اصحاب اللي ربوا الكباش المصارعه يطلبوا فيدراليه يطلبوا اتحاديه باش تتنظم مليح كما مصارعه التيران مصارعه الدياكا في مختلف دول العالم نال الاهتمام باسكو موضوع خفيف ماهوش ثقيل يفهموه الناس وعايشين الناس ويعرفوه ويشوفوه كظاهرة في العيد وأصبح الآن جبتنا حتى كبش القناة الجزائرية صح جبنا حبينا تميزوا جبنا كبش كاريمون كبش تاع مصارعة يعني كبش تاع مصارعة معموله في البلاطو باش بغينا باش المواطن الجزائري البسيط يفهم لي برينسيپ لي فوندامونتو تاع لو جو هذا تاع مصارعه الكباش وفي الجزائريه وانا عبد اللطيف كاين برنامج جاز الاسبوع اللي فات اليد في اليد البرنامج اللي قدمه زميلنا عيم سلطاني ويجوز كل سبت عدس على قناه الجزائريه وان كانت واحد اللقطه اللي دارت بوز كبير في شبكه التواصل اذا ممكن نروحوا نشوفوها بعدين نحكوا عليها با 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 محمد حليم يا رب العالمين نحمدك وشكرك يا رب العالمين يا رب سامحك الله أكبر يا رب العالمين عبدك وشكرك الله أكبر الله أكبر روحي مدام روحي بكل بساطة تحية تحية الفريق اليد في اليد
إذن تحية للشخص هذا اللي مدينة توكورت اللي ما صدقش كيفاش المنزل تاعو كان 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 صراحة يسكن في 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 كوخ يعني صح التعبير، وعاودوا خدموا له الدار تاعو وفرحة تاعو كانت هستيريا وكان داير حالة. أنا سانسيرمون سانسيرمون جو رون أن كرون توماج لمعد الحصة نعيم سلطاني. وي نعيم سلطاني فريمون 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 إلي أون تران دو فار ان ترافاي كبير بزاف وين يبين بلي الجزائريين فريمون شعب صح. شعب تري سوليد تري سوليد. محمد قبل ما نروح عند تنهينان محمد راهو نشوفك متاثر شويه كيف لي زيماج اثرت فيا كثير هذا لانه الجزائري في النهايه احلامه بسيطه يعني بيت وربما سياره اشياء بسيطه في العالم يشوفوها بسيطه ولكن تاثر وتغير ربما مسار وحياه انسان يعني تقلبه راسا على عقب. تنهينا تعليقك على لي زيماج تاع عبد اللطيف ديجا كنعلق على هاد لي زيماج عفوا ما نقدروش ما نعلقوش عليهم سي فريمون توشون ماذا بينا نشوفوا مبادرات من طرف صحفيين من طرف ناس الخير اي بوي سا سري بيان سي فري كو نقولوا لي يدير الخير يخبيه مي سا سري بيان ثاني نوريوه هكا اون انسيت دي جون باش يديروا الخير مي بارابور لكباش بارابور لكباش il faut le faire il faut le faire. Regardez des bêtes hakdek. Je ne fais pas ma Brigitte Bardot, non, absolument pas, mais c'est triste. On chabe عليها بزاف en tout cas. Chabe بزاف على Brigitte Bardot en tout cas. نعرف اذا عبد اللطيف في واش عملتوا اسكو رحتوا للجمعيه تاع رفق بالحيوان كنا كونتاكتينا وحده مي كانت ما كانت في الخارج ما كانتش لهنا هي الانشط انشط وحده في الجزائر لكن شفنا بياطيره شفنا بياطيره والبيطري يقدر يحكي لك على الحاله النفسيه تاع الحيوان فريمون فريمون كاين بزاف الناس اللي تاسفوا يعني ديزانترفونون في لونكات تاسفوا بزاف على على كل حال القصه وما فيها تلقاوها تشوفوها كل يوم اثنين على قناه الجزيره وان ابتداء من 8:45 وايضا تلقاو ايضا برنامج اليد في اليد كل سبت على 9 فقط باختصار شديد في كلمه انت ضد ولا مع سبطاش مع المصارعه مصارعه الكباش. انا ضد باسكو ماشي ثقافه الجزائري. السي خالد تزغرت ضد ضد مع نورمال نورمال با دافي جو با داكور با داكور سي فراد لا مظهر يثير الاشمئزاز يعني لابد من رعايه الحيوان. ايبا هنا جون بروفيت سي فراد مدام الكلمه راهي ليك انك تجي معايا في الكرسي هذا باش نبداو الحوار معك سي رزقي فراد يلا جينجل. اسكو قسم قاس شكرا جزيلا على حضورك. سيتا كيزر الناس قاس راه كيزر نقابل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله علينا كاع. واش هي تمنياتك مع حلول السنه الامازيغيه الجديده تاع هذا العام؟ الكرسي هذا راهو مريح 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 ان شاء الله حتى الصحفيين يكونوا مريحين. واش قلت لي؟ تمنياتك مع حلول السنه الامازيغيه الجديده؟ والله احلم ببناء دوله حديثه بمعاييرها النوفمبريه. صح انت تحب دوكا نقول لك اش قاسم قاس نقول لك بوناني ولا نقول لك عام سعيد؟ اولا عام سعيد نتاعنا اش قاسم قاس نتاعنا بوناني ولما لا ننفتح على الاخر. ممتاز محمد سيدمو مادام انا نحكوا على طريقه يعني تقديم التهاني بحلول السنه الامازيغيه الجديده فعندك اسئله في هذا السياق. اكيد الاستاذ فراد يعني هو باحث ومتخصص في التاريخ وايضا في التاريخ خاصه في التاريخ الامازيغي. سي فراد اليوم ظهر اول بيان من وزاره الداخليه مكتوب باللغه الامازيغيه. هذا بيان رسمي حول الحج كتب باللغه الامازيغيه. يأتي ذلك بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2016 يعني شيء إيجابي أنه أصبحت المؤسسات الرسمية تتحدث أو يعني تتواصل باللغة الأمازيغية لكن دائما هناك هذا لكن يعني كتب هذا البيان باللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني والجدل يعني بعد هذا البيان أصبح يعني منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي كيف لماذا كتب باللغه اللاتينيه ولم يكتب بالحرف العربي بالحرف اللاتيني وليس العربي. والله شوف انا اول ما يتبادر الى ذهني
خليني نفرح، خليني نفرح بهذا المكسب، لأنه أنا ناضلت في شبابي وما زلت أناضل بالقلم من أجل إعادة الاعتبار للمكون الأمازيغي بطريقة هادئة سلسة تنسجم مع المكون العربي الإسلامي. فلذلك أنا سعيد، خليني نعيش هذه السعادة، خليني نفرح أولاً. هذا واش نقول يعني أني نفرح بيان. لماذا؟ البيان نعم نعم اللي مكتوب اللي يتكلم عليها إيه معليش، هذا هو البيان اللي جاء لأول مرة باللغة الأمازيغية. أعبر عن سعادتي، أنا ما كنتش نتصور باللي أنا نعيش هذه اللحظة التاريخية وين الأمازيغية دخلت في الدستور، الأمازيغية دخلت للمدرسة، وناير عيد وطني مدفوع على الأجر. ما كنتش نحلم، ما كنتش نتصور باللي نعيش هذه، لأن الوضع صعيب، صعيب جدا. الحمد لله رانا وصلنا لهذه المرحلة. فحاجة أخرى قبل النقاش، أنا كنت التعبير عن السعادة أولا، ممكن تكون زعفان لأنه تم من أنصار كتابة الأمازيغية بالحرف العربي. لا، فيه الأولويات. نعم. أولوية السعادة، أولوية الفرح أهم، لأن مكسب الثقافة الأمازيغية أول المكسب. تبقى الأمور الأخرى قابلة للنقاش. أنت تعرف أني أنا من دعاة كتابة الأمازيغية بالحرف العربي لاعتبارات علمية بحتة، لأن إلى اليوم عندنا في منطقة القبائل على سبيل المثال في غردايا ومناطق أخرى كم هائل من المخطوطات ومن الكتب، خاصة في الفقه المالكي والفقه الإباضي، مكتوبة بالأمازيغية وبالحرف العربي. فحتى الفرنساويون الذين قاموا بجمع القوانين العرفية الذين كتبوا الشعر الأمازيغي في منطقة القبائل سلم لهم من طرف أهلنا بالأمازيغية المكتوبة بالحرف العربي. ولكن لماذا الجدل يعني؟ ما ندخلش في هذا الصراع. مثلا جمعية العلماء المسلمين أصدرت بيان تدعو فيه صراحة إلى الكتابة بالحرف العربي. الأحزاب الإسلامية يعني هل هناك تيار في الجزائر يعني يريد أن يجعل من قضية الكتابة قضية إيديولوجية في اعتقادك؟ خلينا نطرح الأفكار يعني بالأولويات. نعم. بالأولويات، أنا أولا أنحني أمام تراكم نضالي لأجيال وأجيال، وكذلك اعترف بشجاعة الدولة الجزائرية التي اتخذت قرار إدراج الأمازيغية في الدستور وإدراج الناير عيد وطني. وكذلك بدل ما نخوف الشعب، خلينا نقول للشعب الجزائري أن الأمازيغية لنا، العربية لنا، والجزائر تسعهما. فخلينا نسعى بمجموعة من الأعمال التربوية، يعني تربية بيداغوجي كافير، هناك إجراءات تربوية يجب أن نتخذها من أجل إذابة جليد التشنج القائم بين أنصار الأمازيغية وخصوم يعني الأمازيغية. أكاديمي. نعم. وكذلك أنا عدت إلى القرآن فوجدت ما شجعني على الاهتمام بالمكون الأمازيغي، لأن القرآن يعتبر تعدد الألسن آية من آيات الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم. إن في ذلك لآيات العلم. فلذلك إذا كان رجعنا للقرآن، فالقرآن يحثنا على الاهتمام باللسان الأمازيغي. إذا كان رجعنا لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد علي كرم الله وجهه رضي الله عنه قد قال: تعلموا الألسن فإن كل لسان بإنسان. بل حتى الشعر العربي: بقدر لغات المرء يكثر نفعه، فتلك له عند الشدائد أعوانه، فبادر إلى حفظ اللغة وفهمها، فكل لسان في الحقيقة إنسان. بعد ذلك خلينا نخلق ثلاث مخابر في الأكاديمية الجاية. رايحين ليها فقط. محمد سيد مولان.
يعني الان سي فراد، يعني بعد ترسيم الامازيغيه، هل يجب ان على كل جزائري ان يتعلموا اللغه الامازيغيه، ام ما هي مقاربه اللي تطرحها انت يا انا نطرح مقاربه علميه. لا بد من انتهاج التدرج. فاحنا الشعب الجزائري اليوم هناك من يملك اللسان الامازيغي وهناك من فقد اللسان الامازيغي. موش معقول انك تطالب تضع الطرفين في مستوى واحد. عندنا الان تدريس الامازيغيه لازم يكون بالتدرج. اللي ما يقدرش يقراها موش عيب، انا يكفيني ان الشعب الجزائري يسترجع الوعي الامازيغي، وفي المرحله الاولى بالنسبه لغير الملمين باللسان الامازيغي يقراوها عن طريق الترجمه. ما المانع مثلا من ادراج نصوص مترجمه بالعربيه، نصوص مترجمه بالفرنسويه بالانجليزيه تتحدث عن التراث الامازيغي؟ وانا ترجمت روائع لونيسيت مانجلاد، اخر كتاب انتجته هذا في سنه الفارطه، يعني جاي من هذه الزاويه هذه. معناه المواطن في وهران، في تلمسان، في قسنطينه، في عنابه، في المرحله الاولى ما نقولوش اقراها يعني غصبا عنك، وانما نقولوا اقرا هذه النصوص التي تتحدث عن التراث الامازيغي. سفراد، نروحوا لسؤال اخر. عبد اللطيف بالقايم، عندك سؤال لمغاير كليه لابروش تاع محمد سيدمو. انا اردت ان ابدا معك سي رزقي فراد من النقاش الذي دار بيننا قبل ان ندخل الى البلاطو. شدني لفظ مهم قلته لنا، انه الان فقط اكتملت لديك المواطنه. نعم. واصبحت تعتز بانك مواطن. نعم. امازيغي متكامل. نعم. الان ترسيم الامازيغيه دسترتها، اعتماد يناير يوم وطني عطله مدفوعه الاجر، اكاديميات وورشات مفتوحه على مصراعيها لمناقشه كتابه اللغه الامازيغيه، هل انتفت الازمه في اعتقادك؟ لا، وفرنا الشروط لتخرجنا من ازمه الهويه. الان وفرنا الشروط لتخرجنا من ازمه الهويه. نعم، هناك الكثير مثلي ما كناش نحس بالمواطنة نتاعنا بكاملة. لماذا؟ لأن لغة أمومتي ما كنتش نصيبها في المدرسة. كان ممنوع، أنا بالنسبة لجيلي ممنوع أنك تبديع باللسان الأمازيغي. ماذا ينقص الآن؟ ماذا ينقص؟ نعم؟ ماذا ينقص؟ لا، الآن انتهى. يقول لك وفرنا الآن شروط، وإنما أنا قلت لك قبل دسترة الأمازيغية وقبل إدراج ناير عيد وطني مدفوع الأجر في السنوات الماضية، حينما كانت الأمازيغية مقصية مهمشة، ما كنتش نحس بلي أنا مواطن، كنت نحس بلي أنا سو سيتوايا. لماذا؟ لأن جزء هام من هويتي، رغم أنني أملك ناصية اللغة العربية، ولكن هناك المكون الأمازيغي كان مهمش. واليوم أنا فرحان وأشعر بسعادة لأن المواطنة نتاعي اكتملت، ولأن إعادة الاعتبار للمكون الأمازيغي هو اللي راح يمتن اللحمة وسيجعلنا. إذا لم تبقى مطالب أخرى. لحظة، سيجعلنا نحقق الوحدة في إطار التنوع. الوحدة في إطار وأقوى وحدة، ماشي الوحدة في إطار الأحادية، الأحادية السياسية أو الأحادية اللغوية، وإنما الوحدة الصحيحة هي وحدة في إطار تنوع سياسي، تنوع ثقافي، تنوع اقتصادي، تنوع اجتماعي. فلذلك انا نظن باللي الان احنا رانا في منعرج، رانا في منعطف. نعم. ان شاء الله رانا نسير في الاتجاه الصحيح. سيارس كيف راد، انت شفت نقاش حاد لعقود حول. نعم. الهويه، الازمه الهوياتيه في الجزائر. نعم. انت انجزت ربما حوالي 14 كتاب حول. نعم. والبعض رم عند. نعم. حول. نعم. الأمازيغية والتراث الأمازيغي. نعم. هل تعتقد أنه كنا قادرين نتجاوزوا الأزمة الهوياتية وهذا الجدال العقيم لمدة عقود بالتركيز على مرجع كبير
يؤمن به الأمازيغ ويؤمن به غير الأمازيغ في الجزائر، وهو الدين، رابطة الدين التي أوصانا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. رابطة الدين هي أقوى الروابط. شوف لو كان رجعنا لرابطة الدين كنا قادرين نتجاوزوا هذا النقاش. شوف أنت ذكرت لي في بيت شعر النزار قباني يقول: لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس وضاعت من قبلها الحمراء. أنا نقول لك لو قرأنا التاريخ، تاريخ الجزائري بدون عقد، لو قرأنا البعد الأمازيغي لو وفرنا على أنفسنا الكثير من المشاكل. لو كان في 62 بعد استرجاع السيادة الوطنية انتهجنا منهج الحركة الإصلاحية، لأن الحركة الإصلاحية احتضنت المكون الأمازيغي. ترجع الكتاب نتاع مبارك الميلي تاريخ الجزائر في القديم والحديث صادر في 28، ترجع الكتاب أحمد توفيق المدني كتاب الجزائر، ترجع مقالة ابن باديس، ترجع للشاعر محمد صالح رمضان، كل هؤلاء تحدثوا عن المكون الأمازيغي. ولكن مع الأسف احنا الدولة التي لا تحترم الفكر، الدولة التي لا تستشير الفكر، الدولة التي تهمش الجامعة، دائما يكون خلل في المجتمع. فلذلك انا سعيد جدا، نعاود نكرر لك، خليونا نعيش هذه اللحظة السعيدة. مليح عبد اللطيف، دقيقة لازم نروح عند تنهينان. خليه، عطيت له الوقت تاعي. عدالك بزاف الوقت على بالك، بصباح راني نشوف ما تخليهش. عسيد خليه يا ابي سي، ما يقول لك حقار سي فراد، قالو تمدي لي انا تاعنا اتقسموه هاي اتقسموه. دونك سي فراد، حبيت نرجع على شيء مهم ثاني. خلاص دوكا الامازيغيه سي بون، هي لغه وطنيه اكي اليوم، ثقافه الامازيغيه ثانيت ثقافة وطنية، ودوكا كامل الناس تشهد بما انه يناير هو يوم عطلة مدفوعة الأجر. دوك بعيد على هاد الأشياء، بعيد على الفولكلور ثانيت اللي كاين اللي يدور حول اللغة الأمازيغية، بلوتو الثقافة الأمازيغية، دونك توسكي أزياء وعادات وتقاليد، الشيء اللي نلقاوه في بعض مناطق الجزائر وثانيت يكونوا توتوتون بو. اليوم وشنو هو لو ستاتيو إكزومبلير دو لامازيغيتي؟ C'est quoi le statut exemplaire de la majorité ? شوفي انا نقول لك فيه قرار سياسي اعاد الاعتبار للثقافه الامازيغيه. ما يكفيش هذا القرار، لابد من اجراءات تربويه، يان ترافاي بيداغوجيك افير، من اجل مرافقه القرار السياسي. والاجراءات التربويه معناها نفتح النقاش مع الجزائريين، نفتح الحوار مع الجزائريين، من أجل إذابة الجبال نتاع التشنج التي أنتجها الإقصاء. سنوات الإقصاء جابت التشنج، جابت كراهية، خلينا نقول يعني نسميو الأشياء باسمها. فإحنا الآن ما يلزمش نشد فقط في القرار السياسي ونقول خلاص، لا، لا بد من إجراءات تربوية بشكل عام. هذا الشيء فلا بد من إقناع الجزائريين اللي مازال ما مشي تعاطفوا مع القضية، لا بد من إقناعهم بكل الأساليب، بكل أساليب العلمية والأساليب التربوية. طبعا هذا هو الشيء. نحكي على تربوية، نحكي على مدرسة مثلا. أعطيك مثال يعني فيه شعر عربي، فيه شعر عربي يلح ويدعو إلى الاعتزاز بالتنوع اللغوي، بقدر لغات المرء يكثر نفعه. معناها الذي يحب اللغة العربية عليه أن كذلك أن يكسب الألسن الأخرى. رجعنا للقرآن، تعدد الألسن آية من آيات الله. فلذلك لا مبرر، ليس هنا، أقول للشعب الجزائري ليس هناك مبرر. اسمح لي سي فراد، للخوف سي فراد من وجود اللغه الامازيغيه. سي فراد اسمح لي فقط، حبيت نسمع الراي تاع السي عبد الحكيم بطاش وايضا سي تازاغارت حول الكلام لو يقول فيه سي فراد. نبدا بسي تازاغارت لانه مصباح شفتك تتفاعل مع الحديث اللي كان يتكلم فيه سي فراد. سوف ياتي دوري وسوف تسمعون رايي ان شاء الله، لكن الان الكلام لو يقول فيه ما عندكش كلام تعقيب ولا
كيفاش تعقيب؟ يعني تعقيب على كلام لم يقول سوف ياتي دوري وسوف اقول رايي ونحن هنا كل واحد يتحمل مسؤوليته. الاسئله اللي راح نطرحوها لك راح تكون مغايره، لكن الكلام اللي يقول فيه حول العمل الاكاديمي والتربوي لازم يندار حول الامازيغي، فهل تتوافق الكلام اللي يقول فيه ولا ما توافقش؟ حقيقه ما توافقش. القضيه اظن ليست قضيه موافقه وعدم الموافقه. القضيه هل هناك تشنج؟ ليس هناك تشنج. الشعب الجزائري فرح يعني اسكسي نورمال. مواطن جزائري، صحفي جزائري، لديه دي ديبلوم، لا يفهم لغة اخيه. لقد قال لي ناميد نتاع وهران، هو عنده دي ديبلوم، قال لي لن اسامح السلطه على امر هو انه عندي تولي ديبلوم دي موند ولكن لا افهم لغة شعبي. إذن الآن ليس هناك تشنج في المجتمع. الآن الشعب الجزائري بريء من فلسفة التعريب، من فلسفة التغريب، ولكن ناضل. واليوم وصلنا إلى قرارات شجاعة لأن النظام فهم بعض الأمور. نعم. أتمنى نعم. أن نسير معا، وأتمنى من الصحافة أن تلعب دورا في هذا المجال. نعم. وليس في مجال آخر. نفس الرأي اللي هو يتكلم فيه خالد الزقار، رأيي فيما يخص الأستاذ فراد نشاطره 100%. أرسكو ما كما قال ما كناش نسنا ونعيشوا هذه الفترة تاع الفرحة فيما يخص لا ديسيزيون كوراجوز دو بريزيدون لا ريبوبليك. هذه وحده. اليوم ولينا الجيري اونيفي، الجيري كما يقولوا راهي شخص واحد وبلاد واحده، وكما يقولوا اون سو ريكوني كما يقولوا في لا لونغ ماتيرنال ان اي دو. كما قال من قبل الظرفيه حاجه ثانيه سي فراد، قال لك الناس اللي ناضلوا اليوم ما يعيشوش معنا الفرحه هذه. نقول انايا كما كمل امز الله يرحمه اللي قتلوه بن عكنون، كما معطوا بالناس اللي مات، نقول يل سو روبوزون بي ان شاء الله. ممتاز، شكرا سي بطاش. على كل حال سي رزقي فراد استاذ اللي كتب في التاريخ، استاذ في التاريخ واللي كتب على القضية الأمازيغية وحكى على الأمازيغية في قرابة 14 كتاب، هكذا سي رزقي فراد. مثلا هنا كتاب الأمازيغية وسؤال الانتماء، الأمازيغية آراء وأمثال، لونيسية من قلات الحكيم أحداث بوال. فهذا كتاب آخر إصدار تاعك صائغ الكلم، هذا يعني آخر إصدار لك. وأيضا هناك كتاب مهم جدا ربما راح سي فطاش راح يلقى روحه يعني معني به، أزفون تاريخ وثقافة. ولا بلادي بلادك أنت من أزفون. أزفون سي رزقي فراد من أزفون، فما فيش متسع من الوقت باش نحكوا على كل الكتب سي رزقي فراد. نعاود نفتح المجال لي تنهينان باش تكملي حول الاسئله اللي كنت ما جاوبنيش على سؤال تاعي. بيان سور على بها عاود فتحت لك. هو شوفي واش قلت لك، واش بقى لا ماشي واش بقى، وشنو هو لو ستاتيو تاع الامازيغيه اكزومبلير تاع الامازيغيه اون طونك كولتور اي اون طونك لغه. ما نجمش نفرق، عندنا مجموعه من المكونات تجسد الهويه الجزائريه. عندنا المكون الأمازيغي، المكون الإسلامي، المكون العربي، هذه المكونات. فالمكونات هذه لازم تكون عندها نفس الوضعية، معناها نعتز بها ونقراها. ولا بد احنا المشكلة التشنج، منين جاء التشنج؟ التشنج جاء نتيجة للقطيعة اللي حدثت طيلة السنوات الماضية. نعم. بين الشعب الجزائري والتاريخ نتاعو، لانه لو كان ما كانش القطع، لو كان كنا نقراو التاريخ الامازيغي، لو كان كنا نقراو كل المراحل التاريخيه اللي عرفتها منطقه شمال افريقيا ما يكونش التشنج، لان القطيعه هذه هي اللي جابت كل المشاكل. احنا الان المطلوب اننا نعيد النظر في البرامج التعليميه. Par exemple, مثلا on introduit في التاريخ معمري مثلا التاريخ مثلا لابد ان نعيد النظر في دروس التاريخ بطريقه عقلانيه، بطريقه علميه موضوعيه، تعيد الاعتبار الى المكون الامازيغي. فموش معقول اننا نرسم الامازيغيه في الدستور وما نراجعش البرامج التعليميه. لابد من مراجعه كذلك المحيط الان
لازم الانسان كي يمشي يصيب الامازيغيه في المحيط، وكذلك بالنسبه للابداع، الابداع الفني، نفتح جميع الامكانات وجميع الابواب. انا عندي، انا كباحث وجدت هناك مئات الكتب الالمانيه، الانجليزيه، الاسبانيه، الايطاليه، الفرنسيه، الامريكيه، العربيه، التي تتحدث عن الثقافه الامازيغيه. انا الان بودي ان نؤسس مكتبه خاصه للتراث الامازيغي، طبعا في اطار الاكاديميه، الامازيغيه الجايه. فلا بد من تاسيس مكتبه ضخمه للامازيغيه، لا بد من ترجمه كذلك، من مؤسسه للترجمه من والى الامازيغيه، ولا بد من انشاء ثلاث مخابر، مخبر للحرف العربي، مخبر للحرف اللاتيني، مخبر للحرف التيفينا. لان الواقع اليوم، الواقع اليوم يأكد على أن هناك كتابات ثلاث للأمازيغية. نعم. ما يجمش تخوفنا هذه المشكلة هذه، ما يجمش تخوفنا هذه المشكلة هذه. نبحث يونس. نبحث ونظن هذه المهمة هذه نخليو الاختيار بصفة نهائية، نخليوها للجيل القادم. حنحيلك اون كيستيون من ملوكويس تاعك، مازال الحال ولا راح الحال؟ سي فراد. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. اسمع خاص طقس الكلوفة. خاص طقس ثلوفة ان شاء الله غادي باكرو سيرم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سي رزقي فراد. عاود ذكرت بالكتب هذا لازم تقراوه، تاع أزفون تاريخ وثقافه، ماشي مشكل نكمل. معالم الاغنيه القبائليه ايضا ما عجبوش الحال سي 16 ثوره 1871 من خلال منظومه اسماعيل أزكيو. نعم. المؤرخ أبو القاسم سعد الله الأمازيغي، من الإجحاف إلى الإنصاف، وأيضا كتاب آخر مهم جدا واللي هو الحاج محمد سعيد تزروت، إطلالة على الشعر الصوفي الأمازيغي. كتب كلها مهمة تلقاوها في المكتبات. بعد قليل جينجل وفقرة شكون قال. شكرا. في الفقرة تاع شكون قال، هذه الفقرة نعطيو لكم تصريحات، وهذه التصريحات لازم تكتشفوا سي خالد تزاغارت وسي عبد الحكيم طاش وسي رزقي فراد، تكتشفوا شكون قال هذه التصريحات. نبداو بأول تصريح اللي وقع هذه السمانة. التصريح الأول نشوفوه الآن في الشاشة. 3-2-1 نورمالمون دوك يجي. أعطيونا التصريح الأول، التصريح الأول إن أمكن، التصريح الأول، التصريح الأول. الله يهديكم، شكون قال هذا الأسبوع الله يهديكم؟ الجزائريين كامل يعني. مليح عادي، لكن قالها إعلامياً. هي مرأة صنعت الحدث هذا الأسبوع. أسامي محمد؟ ما عنديش فكرة. محمد كنت أبسط عن الساحة الإعلامية هذا الأسبوع. لطيف. أسامي هكذا أسامي، أعطينا اسم مثلاً. ها؟ قرب لنا شوية الصورة. 17 ما عندكش اسم؟ يلا فنانة. عبابسة. فوالا عبابسة، نعم عبابسة اللي قالت الله يهديكم في فيديو، لأنه دارت واحد ستاتيو في الفيسبوك ودارت تصريحات، يعني كان الناس قيمة هاد الشيء وقالت بأنه تصريحات عنصرية، فردت فيديو وقالت بك الله يهديكم، أنا ماشي عنصرية. نعم. والله الله يهديكم أكبر من أن تحصر في شخص. نعم، لكن هاد احنا نحكوا على هذا الاسبوع علاش. نعم صحيح، فبالك محمد سيدي ممكن يقال هذيكم، لانه كل نهار نقولوا لاي واحد الله يهديكم، لانه عباره اللي تجري بزاف في السنه. التصريح الثاني نشوفوه، التصريح الثاني، لا يوجد مكان الا للاقوياء. شكون قال هذا التصريح؟ بون هي على كل حال ماهوش الشخص، وما هو الشخص، اعطوا لي فقط. قالها نيتش بالك لا ماشي نيتش، لكن هذا الاسبوع ماشي نيتش، لانه تقرا تيهنا على بالي تقرا بزاف نيتش، ماشي نيتش. عبد اللطيف جو با اسامي، ماشي شخص، ماشي شخص، ماشي شخص. هي مجله. يلا لا يوجد مكان للاقوياء. مجله سيد مودي تعرف نخمم في لي ديس انيمي، شكون كان يقدر يقول هذا سلوغون تاع نو سي با ان سلوغون، سي با ان سلوغون. هي مجله اللي دير افتتاحيه، ودائما الافتتاحيه تصنع حدث كل ما يخرج تدخل في جزائريه طبعا. نعم ماشي جزائريه، جزائريه جزائريه جزائريه، وهي مجله ناطقه رسميه بمؤسسه. يلا انا قربتها.
مجلة الجيش يعني مجلة الجيش. في آخر مجلة الجيش كان فيه هذه العبارة لما كان إلى الإقوياء، وجاءت في سياق أنه على الجيش الجزائري أنه يدعم روحه لأنه هناك تحديات دولية لتواجهه، تحديات إقليمية، وبالتالي لازم يكون قوي. هذا التصريح هذا يا سهل، التصريح يقول الشعب واحد ودولة واحدة ودين واحد، قام بثورة واحدة وتحت راية واحدة، وعشنا متصالحين مع هذه الخصوصيات لأزمنة طويلة. هذا الشخص هو رئيس حزب جزائري حالي. لا حالي مازالوا رئيس حزب. مقري عبد الرزاق مقري دار تصريح يوم 6 جانفي اللي فات في تجمع شعبي في بليده. نعم سي فراد راهو يعاود يراجع في التصريح بالك لقى فيه غلطات، معليش. نروحوا الى التصريح الرابع، تلقينا عروضا لترميم معلم عين الفواره من قبل مختصين اجانب مجانا. شكون قالها؟ ولي تاع الصيف. لا مش ولي تاع الصيف، لكن راك تدور في الرسمي. الوزير عز الدين ميهوبي هي بدات وزير الثقافه. ولي قال هذا التصريح الخامس، هذا التصريح راح يخربطكم شويه. يكرس الدستور في مادته 49 وبشكل واضح وصريح حق المواطنين في حريه التظاهر السلمي. لا مش هذا نعم، يكرس الدستور في مادته 49 وبشكل واضح وصريح حق المواطنين في حريه التظاهر السلمي. مادة 49 من الدستور. لا الدستور. أحسن. لا مش الدستور. لا مش الدستور، هي نشطة حقوقية و فافا زروقي. فافا نعم. بشكل أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان. على بال وش عم يقولوا كاع هو يتبع ماهوش رئيس تحرير في باطل في قناة الجزائرية. التصريح الأخير تصريح ولا شوفوا نعم، يقول حول الملك الأمازيغي الشاشناق المجتمع المصري من مجتمع عبيد ينحت الجبال إلى شعب محارب ومقاوم. شكون اللي قال التصريح هذا؟ هو سياسي نائب برلماني. سي سيرمون باغ ام سي اس. سيرمون ماشي خالد تزغرت. شكون اللي قالها؟ سي خالد تزغرت هو اللي قال هذا التصريح وراه معنا، تحية له. هو اللي دار هذا التصريح ولقينا ستاتيو فيسبوك سي خالد تزغرت هذا التصريح وحبينا نجيبوه. فتقدر قبل ما تجي الكرسي تشرح لنا على هذا مكانك يعني قبل ما تجي، ولا جينجل يلا هم يقولوا لي جينجل وجي معنا ونحكوا على التصريح هذا ونحكوا على مواضيع أخرى. يلا تحية لسي خالد تزغرت. سي خالد تزغرت مرحبا بك مرة أخرى، شكرا على حضورك. أنا نحس فيك طوندو شوية في الحصة معنا. نو جو سوي تري زاليز، أني تري بيان بين ولاد بلادي سي بون. هذا هو لأننا نحوس عليه. سي خالد تزغرت شفت لأول مرة يناير يطيح فيري، لكن هذه المرة راح يطيح بالجمعة، ما راحش نستفادوا من الفيري هذه الخطرة. بالنسبة للأمازيغ بالنسبة للشعب الحر لا يبحثوا عن أيام للراحة، ولكن يبحثوا عن قرارات سياسية شجاعة مثل القرار الشجاع الذي أمضاه رئيس الجمهورية فيما يخص ترسيم يناير وهو اليوم الأول للسنة الأمازيغية 1968 كعيد وطني لكل الشعب الجزائري. وأتمنى اليوم انطلاقا من الجزائرية أن يتبع رؤساء وملوك شمال إفريقيا هذا القرار، لأن الشعب الأمازيغي في شمال إفريقيا كله يطالب بنفس مطالب الشعب الجزائري. احنا شفنا الستاتيو فيسبوك تاعك مقبل، بالك عندنا أشقاء مصريين راهم يشوفوا فينا الآن، لما يشوفوا التصريح كما هذا يقولوا بالك يتحسوا شوية ويقولوا هذا نوع من، سمح لي على الكلمة بالك راني نفترض فقط، يقولوا هذا نوع من الشتم من الشعب المصري. هذه حقائق تاريخية وليس شتمون. حتى هدف عن طريحية ليس شتم، ولكن هدف
هذه حقيقة تاريخية. شاشناق عندما وصل إلى الحكم في مصر وجد الشعب المصري كله عبيد تحت سلطة الفراعنة. شاشناق أتى بفلسفة جديدة، بفكر جديد، برؤية جديدة، وهو أنه أعطى لهم الحقوق أولا في الدخول إلى الجيش المصري، الجيش المصري يعني في ذلك الوقت، ورباهم على فكرة جديدة وهو العمل. الدفاع العمل والدفاع. تنهينا أنا يزعفانا وعلاش؟ parce que voilà, parce que ça serait peut-être déjà la slam inek. Je suis journaliste, هذا تقبيلي الحمد لله، تعلمني تقبيلي، جي غاردي تقبيلي تينو با تمازيغ، بالك تمازيغ تني تري تري سوليد، معناها تقبيلي لا. Si on peut revenir le statut, c'est pas dramatique pour défendre les Égyptiens ou la défendre les pharaons ou là, mais même dans l'histoire, ce n'était pas vraiment ça. Je veux dire dans le sens où c'était pas de simples esclaves, les canoux ils n'étaient c'était des personnes qui avaient des idées et on a bien sûr, on est pour la démocratie, on est pour voilà, c'était leurs idées et ils avaient aussi une science et ils avaient leur histoire. Balak la kana tarikh معهم شاشناق, on est tout le monde est d'accord, c'est quelqu'un qui était courageux, c'est quelqu'un qui a vaincu Ramsès II, mais après je ne suis pas très très d'accord aux aftuia wa qad koun machi d'accord. وعلى جال هذه لازم نصفقوا عليها وكمان فيما يخص القضايا التاريخيه ليس نكونوا داكور ولا ما نكونوش داكور. هما كانوا داكور في هذاك الوقت وخلاص. هي حقيقه تاريخيه. هو انه شاشناق هي هناك بحوث كثيره وعندنا بحث هناك بحوث للكثير من المناضلين من كتب تاريخية تقول هذا الأمر وكفاني. سفرات ليس هناك سي تزغرت سفرات, هل الكلام اللي راهو يتنحكى حول شاشناق صحيح أو لا؟ إلى أي مدى صحيح؟ أولا عاش من عرف قدره. لست متخصصا في التاريخ القديم. هناك دكاترة متخصصون في التاريخ القديم. نعم. تاريخ شاشناق هو تاريخ تقريبي لأنه بعيد وبعيد جدا. هل انتصر شاشناق بالجيوش أم انتصر بالحكمة من خلال دخوله ووجوده في القصر؟ اختلفت الآراء. حاجة اللي بقات التي لا يختلف فيها اثنان. نعم. وأن شاشناق قد استطاع أن يؤسس الأسرة الثانية والعشرين في مصر. نعم. الأسرة الحاكمة. نعم. وهناك 10 مسلات في معبد الكرنك تتحدث عن تاريخ الأسرة الثانية والعشرين. وهناك كذلك التوراة لأنه وصل إلى أورشليم, أول من حرر أورشليم القدس حاليا. معلومة هذه ربما قبل ما نختم الحصة نحكوا عليها, لكن محمد سيدمو عندك أسئلة أكيد للنائب عن جبهة المستقبل سيتا زغارت. أكيد سيتا زغارت, ترسيم الأمازيغية ثم الاعتراف بيناير, يأتي ذلك بعد سلسلة نضالات طويلة, ربيع الأمازيغي في 80, ربيع الأسود في 2001. هل النضال من أجل الأمازيغية ستان كومبا فيني, يعني معركة انتهت بالنسبة لك؟ النضال من أجل الحرية, النضال من أجل الحقوق هو نضال مستمر, هو نضال مستمر, ويكفيني أن أقول لكم أنه هو نضال مستمر. فالآن أقول أن قرار رئيس الجمهورية بترسيم يناير هو قرار شجاع, هو قرار شجاع من طرف رئيس الجمهورية. نتمنى أن يتبعها رؤساء وملوك الشمال إفريقيا, ولكن نضالنا كمناضلين الآن هناك الجانب العلمي البيداغوجي الذي سوف يكون داخل الأكاديمية, ولكن نحن كمناضلين. ما الذي لم يتحقق بعد سيخة الزغار؟ ماذا؟ ما الذي لم يتحقق بعد بالنسبة للأمازيغية؟ أقول لكم فقط يا أخي المحترم أن الأمازيغية أصبحت لغة رسمية منذ فيفريي 2016, ولكن في الواقع ليس هناك شيء جديد, في الواقع. يقولون أن 30 ولاية تدرس فيها الأمازيغية. أين تدرس؟
تدرس في مدرسة واحدة في ولاية معينة يقولوا رانا ندرسوها في ولاية الفلانية ولا الفلانية، يعني أن هناك نقائص. نحن نطالب بإرادة سياسية بأن تصبح الأمازيغية تدرس في كل المدارس الجزائرية، في كل القرى والمداشر والمدن الجزائرية، مثلما تدرس العربية في كل المدارس الجزائرية بدون استثناء، لأننا نحن لا نقول أن الجزائر اليوم أصبحت بلد موحد، لأن بالنسبة لنا الجزائر بلد موحد منذ استقلال الجزائر، ولكن هناك شعب يناضل. هضرت على المجهود العلمي الآن، يعني شفتك تقلقت قبيلة على مسألة لما تحدثنا على الكتابة باللغة، اسكو بالحرف اللاتيني أو بالحرف العربي، هل أنت عندك رأي محدد في هذا الشيء ولا يعني المسألة هذه يفصل فيها الأكاديميين؟ ما رأيك، هل تكتب بالعربي أم باللاتيني أم بالتيفينا؟ لم أكن منزعجا يا أخي المحترم أيها الصحفي المحترم، ولكن تعجبت فقط. أنا لم أرى البيان وزارة، سمعت أن هناك بيان ولكن لم أكن أراه. المهم بالنسبة لي هو أنه وزارة الداخلية أخرجت بيانا باللغة. أعطيتك بيان باش تشوفه باش تحطه. أنا لا أرى الحروف، أنا أرى الفكر. لا باش تشوفه مكتوب بالحرف اللاتيني. قلتم بالحرف اللاتيني ولا شك في ذلك. المهم بالنسبة لي هو أنكم كنت أنتظر أن تظهر فرحا بأنه كتب بالحرف الأمازيغي، يعني باللغة الأمازيغية. هذا لا يلغي ذاك. فوجدتكم تتعجبون، أخرج باللغة بالحرف العربي، أخرج بالحرف. ما هوش تعجب أبدا، لا ما هوش تعجب. نحن ننظر إلى الهدف، هو سؤال صحفي موضوعي، لأنه بعد صدور البيان أنت ربما ما تبعتش، كان فيه جدل. قسم يقول لك يكتب بالعربي، قسم يقول لك يكتب بالتيفينا، قسم يقول لك يكتب باللاتيني، وهذا جدل. آراء يعني. آراء موجودة. أرى أنت. أرى نحن كمناضلين للنضال الأمازيغي، ونحن مناضلين يا أخي. نحن مناضلين، وأقول لك أن هناك غبن كبير في أعماقي أنا كمناضل. غبن في أعماق الملايين من الجزائريين. علاه؟ لماذا؟ غبن، لأننا عشنا اضطهادا من ناحية الهوية منذ 62. الغبن الذي عشناه يا أخي، كأنك أنت جزائري ولا تشعر بغبن الجزائر الآخر. هذا جو سوي تريست، أنا حزين وحزين وحزين. مليح. إن شاء الله الحزن ما يطولش بزاف. اسمح لي عبد اللطيف، تنهينا عندك تعقيب على الكلام هذا من فضلك. لا كي درت هذه راني فرحانه. شفتك درتي كيف. لا درتني فرحانه، ماشي تعقيب، سي مكسب. اللغه العربيه مكسب كبير للجزائريين، اللغه الامازيغيه ما وي سي اون لونغ، لكن نحكيو على لازم نحكيو نهضروا بليزيوغ لونغ اي تو، دونك كاين بليزيوغ مليار جي اونفي دو دير دو جون في لا بلانيت اللي يحكيو اللغه العربيه، دونك نتعلموها. الكثير من المسلمين في العالم، الكثير من المسلمين في الجزائر لي يقراو الدين الاسلام ويقراو القران الكريم باللغه العربيه. الفرنسيه مكسب، الانجليزيه اللي رانا نقراو فيها ثاني في المسجد مكسب، الامازيغيه تقعد لغتنا. ابري كاين ناس اللي ما يعتبروهاش لغتهم، ايل سون ليبر. ابري سيل فو لابروند سا سري بيان باسكو نكونو كامل كيف مي سينو راني فرحانه باسكو عندنا كامل هاد اللغات. كون جو في ا ليترونجي كون جو دي دون كوا باردون استقبلت واش قلتي دوكا دونك وا ابري كريمه فقط من فضلك يا اختي الكريمه، لقد قلتي شيئا غريبا في هذا الوطن. غريب. انا درست الامازيغيه ليس لانني كنت اريد العربيه، تعلمت العربيه فرضت علي. الان الامازيغيه مكرسه دستوريا، موجودة اجتماعيا، يجب على كل الشعب الجزائري. لذلك أنادي من بلاطو الجزائرية كل سياسيين، كل رجال ثقافة، كل الجزائريين، كل صحفيين، أن ينادوا الجزائريين ويقولون لهم الحمد لله في 2018 الآن يناير كاين كل الأسر الجزائرية اليوم،
واحد يسميوها إذن فرعون كما عند إيشاويين عند أثمثن النغن في ليزوريس، واحد بورس النسقواس، واحد العجوزة، واحد هكذا. ولكن المهم في الصميم في التاريخ يلاي الناير، يعني أن الشعب الجزائري دون سا بروفوند دون سون فين فون دون سا بروفوندور إلي أمازيغ. من غير الوضع الاستعمارات، من قرر رئيس الجمهورية، أدافع عن الفكرة وأقول يحيى هذا القرار، ولكن nous sommes là à attendre d'autres décisions et à faire des propositions sur le plan de l'académie pour que la langue amazigh avance. On va rebondir sur l'académie, monsieur Thazarar. Donc l'académie, elle est en cours. À votre avis, c'est quoi cette académie? L'académie amazigh في مازيغ نكوك. لا لا لقد بدأنا أو بدأتم أو بدأنا الآن كلام حول قضية كيفية كتابة اللغة الأمازيغية. موقفي وموقف المناضلين، وهذا أقوله لكل الشعب الجزائري، موقفنا ننادي الشعب الجزائري بكتابة اللغة الأمازيغية مثل ما يعرفون، بالحرف العربي، بحرف تيفينا، بحرف الكاركتر لاتان، بكل الحروف، بكل الحروف. المهم أن تكون هناك، أن يكون هناك لا ماتيير. الآن هناك لا ماتيير بالحرف العربي، بالحرف اللاتيني. هناك مئات ومئات من الكتب الموجودة الآن في 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 الساحة بالحروف تيفينا في كل، يعني هناك اون ماتيير ولكن مخصوصة. الآن يجب أن نقول أو أقول لكل المواطنين، لكل المناضلين، كتبوا بكل الحروف. ولكن في الأكاديمية سوف يكون هناك نقاش في البرلمان، هناك عملي كبرلماني مع 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 في المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل مع المجموعات الأخرى. سوف نحاول أن نفايسي دو رابروشي لي فيزيون مع لي سيونتيفيك، مع مناضلين، نسقسيوهم كيفاش لازم، كيفاش هكذا باش نلقاو الحل السليم اللي يجعل الجزائريين غدوة يتقبلوا القرار الأخير، لأنه من يقرره ليس السياسي ولكن لو سيونتيفيك لاكاديمي. مسيو تازاغارت، حكينا على الأكاديمي، دوكا نعاودو نرجعو نحكيو على لو هو كوميساريا أمازيغ. aujourd'hui à votre avis a-t-il des comptes à rendre؟ هذا نوع، هذا أيضا غبن وضع عندما وضع، أنا رأيي كمناضل عندما وضع لو كوميساريا الأمازيغ رفضناه، لأنه نضال لو بويكوت سكولير، تذكروا لو بويكوت سكولير في منطقة القبائل، هناك مقاطعة الدراسة لمدة سنة كاملة، وفي آخر المرة لاني بلانش. شفتوا مثلا غبن الجزائريين، منطقة كلها اللي عطات مئات من الشهداء، مئات اللي عطات وعطات وعطات، اون اني بلونش. واش دارت السلطه؟ لان ما كانش عندها اراده سياسيه، دارت لو كوميساريا. خدم واش خدم. الان ما نقولش يروح ولا ما يروحش، ماشي انا اللي درتو، ماشي انا اللي نحيه، ولكن واش نقولوا الان؟ يجب ان يأخذ، ان يكون هناك الاخذ بعين الاعتبار في كل الجوانب العلميه في القضيه الامازيغيه وفي طيب. الامور الاخرى. سي خالد تازاغارت، تحب نطفوا شويه الضوء؟ نهبطوا شويه الضوء؟ كما يحلو لك يا اخي. جينجل كويز مع خالد تازاغارت. هبطنا شويه الضوء سي خالد تازاغارت، لانه راح نديروا ان كويز وبعدك نخلوا في نهايه الحصه نهضروا حول مواضيع اخرى. سي خالد تازاغارت، معلش ندير الكويز ياك، ما تزعفش علينا. ما يبقاش سوسي. سانسيرمون شفتك شويه زعفان. نو غاتي. جو سوي تريست، والله العظيم جو سوي تريست، والله العظيم. هناك عمل كبير مازال نديروه. الكويز تاعنا الان في هذه اللحظه، نقدر نقول فقط المشاهدين تقدروا تشاركوا معنا في الهاشتاغ لو يجي من الفوق مازال الحال وتعطونا ارائكم. الكويز حبينا نطرحوا لك اسئله، اسكو قادر ولا ماشي قادر ديرها؟ نعطي لك حالتين وانت خير واحده من الزوج وقول لي قادر ولا لا. صح، نبدا فقط، هل قادر اليوم تازاغارت يترشح للرئاسيات؟
سوف إذا شاركنا في الانتخابات سوف نرشح رئيس الحزب بالعيد عبد العزيز. خالد تزغرت قادر يولي لفافاس ولا مشي قادر؟ أنا جو سوي دو فلان هيستوريك، جو سوي دو فافاس هيستوريك، و فلسفة الافلان هيستوريك والافافاس هيستوريك الآن متشبع بها. ما تعطينيش ديزيكسبليكاسيون، قولي هل قادر ولا مش قادر اليوم خالد تزغرت يرجع للافافاس؟ نحن في جبهة المستقبل نحترم كثيرا جبهة القوى الاشتراكية. ما جاوبتنيش، قولي قادر ولا ماشي قادر؟ نحترم كثيرا جبهة القوى الاشتراكية. لكن قادر تولي لافافاس؟ جبهة المستقبل وأنا مناضل فيها ومناضل وفي، نحترم جبهة المستقبل. يعني ماشي قادر؟ نحترم جبهة القوى الاشتراكية. علاش؟ قادر سي تزغرت يتبرع بكل الراتب تاعو كاع الصالير تاعو لمدة عام. جلي في افون اي جو سوي بري. يعني قادر. إذا كان مخصوصين دراهم في كل أمور الجزائرية راني هنا. أو حقك. راني هنا، ما تخموش. نقدروا نمدوا التليفون تاعك؟ نقدروا نمدوا التليفون تاعك؟ ما تعرفوش هذا انت. لا لا انا نعرفك، انا نعرفك كصحفي لانه عيطت لك، انا عيطت لك كصحفي. لا 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 لا. لكن انت اليوم هل قدرت تمدو؟ يا حبيبي مكتوب نقدر نمدوه الان على الشاشه. المي مليح بيان سور، يعطيهولنا سكسي المواطنين يعطيهولي. معليش ما حبيتش. كي تطلع وزير قادر تبدل تليفونك؟ كي تطلع وزير قادر ولا ماشي قادر تبدل تليفون تاعك الرقم تاعك؟ نحن نريد بناء جمهورية ثانية. قادر ولا ماشي قادر؟ تليفون. واش نعطي لك ال 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 لا لا انت عندك ولا نيميرو؟ لا لا انت عندك رقم هاتف. كي اليوم غدوة تزغرت يطلع وزير، هل قادر ولا ماشي قادر يغير التليفون تاعو؟ لا أكون وزير. ما عادش تكون كاع وزير؟ ما نكونش وزير. علاش؟ قادر ولا ماشي قادر خالد تزغرت رئيس دولة؟ كيما انت يقولوا علاش اللي كيما انت يقبلوها نورمال يقولوها في لي بلاطو بصح يقبلوها. كيفاش يقبلوها يكون وزير في الجزائريه ولا في الجزائر؟ لا منبر حر للاعلام، ما هنا ما نقبلوش، ما نقبلش تكون وزير علينا. هنا انت ضيف، احنا سالوك انت تجاوبنا فقط. علاش نخرجوا من السياسه؟ نجاوب كي لازم نجاوب. خالد تزغرت نخرجوا من السياسه، نخرجوا من السياسه ونروحوا الامور شويه شخصيه. قادر ولا ماشي قادر خالد تزغرت يعاود زواج؟ نو جامي. ريا صح، راني حايب خالد تزغرت اذا قادر الان يقول لنا شحال اللي سالوا له دراهم. بزاف. شحال؟ بزاف. في النضال، في النضال، في كلش. فوالا فوالا اون توليكا جو سوي سور فوز افي دوفون فو ان ديبوتي اللي عنده الكريدي. فوالا سي بون. صح، هنا مالا نقلبوا السؤال. قادر ولا ماشي قادر خالد تزغرت يقول لنا شحال يسال الناس دراهم؟ ما كانش كاين من الدراهم جامي نتبع. يعني انت عندك كريدي مي كي تسلف دراهم ما تحوش عليهم؟ ما نسلفش، ما نقبلش نسلف، نمد هكذا. فوالا سي بون. صح. قادر خالد تزغرت يروح للبرلمان بالبوس، يرفد بوس الصباح هكذا ويروح البرلمان ويطلع كيما هو كيما الناس. وانتو ليك الليله هذه ما زلت ما لقيتش وين نرقد الليله هذه. نورمالمون نرجع لبجايه. لا ان شاء الله احنا الجزائريه احنا ندوك لبجايه وماشي مشكل. قادر تقبل ولا ماشي قادر؟ كيفاش؟ قلت لك معليش حنا الجزائريين نتكفلوا كيما جبناك نحدو نحطوك في بجايه ولا اي مكان اللي تحبوا لانه تضيفنا. نو تحتني وين جبتني في العاصمه ونرجع اذا كتبنا. لا وين تحب، راني نقول لك وين تحب. باغي يقول لك نبيتك تحب نبيتك والله غير بكل صوره، والله بكل صوره. الجي سونتر، في الجي سونتر من بعد نشوف. خلاص عندنا احبابنا اذا كتب ربي. صح. انا المير تاع الجي سونتر هنا. انا المير تاع الجي سونتر كي يلقى سوسي. النظام رئيس بلديه العاصمه يجب ان يفتخر سكان العاصمه بانه مير مناضل مهما كان الاحزاب. صح. مير مناضل. سؤال واحد اخر سي خالد تزغرت، قادر ولا ماشي قادر خالد تزغرت يسمح في حقه في اي ظرف كان؟ وي بيان سور. قادر تسمح في حقه؟ بيان سور. باش ما يعني بالهضره تاعنا راسك ماشي يابس بزاف. راسك ماشي يابس بزاف. نو نو كان فينا الخير بزاف الا في القضايا نتاع المبادئ. صح. هذه
هذه الناس بزاف دومونداوها لنا وقالوا لنا قادر ولا ماشي قادر خالد تازغار تغنينا غنيه الان. نو نو ما نعرفش. انت وشنو الفنانين اللي تحبهم سي خالد تازغار؟ اللي تسمح لهم اللي تسمع لهم. نسمع كل المغنيين الامازيغ على مستوى شمال افريقيا. نسمع مارسيل خليفة. فوالا. تسمع هو للمنار؟ كيفاش؟ هو للمنار تسمع له تعرفه؟ ما سمعتش به. ما تسمعش به. مغني؟ لا ما مغني يقولوا مغني. لا ما سمعتش. يقولوا مغني. آخر سؤال، قادر ولا ماشي قادر خالد تازغارت يعطينا الأيام بالأمازيغية؟ الأيام. أيام مثل ما نسميها نحن يو أري مرام أسد إلى آخره. لا الأيام الأمازيغية عندها أسماء أخرى. تحب نعطيهم لك؟ لا 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 هناك تسميات مختلفة. تسمية مختلفة. أنا نعطي لك مختلفة والأكاديمية سوف صح. ترى في كل هذه. معليش يوم تيتر وشاش في سوير انترنت يقول لك الحد سي أسماس، السبت سي أسي ضياس، الجمعة سي أسي مواس، الخميس أكواس، الأربعاء أكراس. هناك أريم أرام إلى آخره. الشهور تقدر تعطيهم لنا؟ الشهور قبيلية؟ بالأمازيغية. عندنا يعني تربيتنا هو أن يناير فورار مغرس يفرير ماغون يونيو يوليو أنسي تسويت برافو برافو أعطيك صحة. ريح معنا ريح معنا السي خالد تازغارت، شكرا جزيلا لك. خلاص الضو اللي تخوف تنحات. أنا نقدر حتى وين تروح الضو باش تقدر تولي لمكانك السي خالد تازغارت. نعود نحيوك، شكرا على رحابة صدرك. شكرا ونحيو فيك حماسك في الحوار وفي النقاش وتقبل الأسئلة. بارك الله. شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا جزيلا لك. قبل ما نخدمه فقط الحصة، خلاص وقت الحصة، اختصار شديد سي رزقي فراد على الكلام كل اللي سمعته فقط، لكن من فضلك في دقيقة أو أقل. أولا السعادة التي لا مثيل لها أن يعيش الإنسان هذه اللحظة، إعادة الاعتبار للمكون الأمازيغي في إطار تكاملي، في إطار تكاملي مع المكون العربي الإسلامي. اثنين، الشيء اللي سمعته يؤكد ما قلته أن هناك تشنج في المجتمع، والتشنج يحتاج إلى إجراءات تربوية. يحتاج إلى إجراءات تربوية. سي تازغارت وتقلق وجبت التليفون. عندي ميساج. مليح. وكلمة شكر، نشكر الحصة. نعم شكرا. ونشكر الصحفيين يعني مستوى عالي جدا. لأن مهمة الصحفي هو الاستفزاز ولكن بمعناه الإيجابية. ممتاز. شكرا سي رزقي فراد. وشكركم على الاستضافة. شكرا. كلمة أخيرة عبد الحكيم بطاش قبل ما نختموا الحصة. وأنت تحب تختم الحصة مباشرة. إن شاء الله يوم يناير عندنا ديزاكتيفيتي كولتيرال يبداو من 8 تاع الصباح حتى 10 تاع الليل. دونك نقولوا للناس اللي حاضرين هنا ولا الناس اللي يشوفونا مرحبا بكم الألجيسون. عندنا واحد أسوك بسام القاس لكل الجزائريين. عندنا اليوم كما شفنا اختلاف الآراء في البرنامج، عندنا تقريبا زوج فرحانين واحد زعفان، ونقدروا زعفك ونقدروا احترامكم. شكرا جزيلا. شكرا لمحمد سيدمو. شكرا جزيلا لتين هينان. شكرا يعطيك صحة. شكرا على الاستضافة. شكرا لك اللي شرفتينا وجيتين. نتمنى الشفاء العاجل للزميلة فاطمة مهني وعبد اللطيف. شكرا جزيلا لك. اما انا ما بقى لي مشاهدينا عبالك ليميسيون تاع اليوم، عبالك ليميسيون تاع اليوم عرقتني تاع الصح، لانه كان في حوار شباب وجميل ورائع مع نخبه صحفيين سياسيين نشطاء رئيس بلديه وحتى مؤرخ. اما انتم مشاهدين نتمنى تكون ليميسيون عجبتكم. نتلاقاو الخميس الجاي نفس التوقيت نفس الحصه، ونتمنى دائما بخفه الروح. مع السلامه وتحيه خاصه للفريق التقني والمخرج امين سعاده وكل فريق معه. مع السلامه.